Voilà. Oui, parrain, c'est bon, c'est bon. On y ferait ça. Non, refusé. يا فازو فازو نالي الشيطان نالي الشيطان كي بلوكيوك ديوت منافخ رخيص راك مكشوف حالتك كي راه تنسيت ربي شوف هذاك اللي طلع قبيله وبين نصاني اللي هو صار له ويب كام ها هاك شوف عرفت روحك احمد 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 جي طون نو يبدا بالجي وخلاص بالاي دونك تي فوا سي تري فاسيل اي جو بو ديبوزي بلان دو بيك جو بو الفار هان على بالك علاش ما ديبوزيش بيك بلانت على بالك علاش بور دو شوز دو ريزون شوف يوزر ذا يوزر 111 ومن بعد شوف دوموندي اطلع لهنا دير لا كاميرا ومن ناصيني انت هاي روح هاي اصلا بلوكي ربك ديجا فوالا طب فازو سي باراي باسكو انا نشوفو ترمي غير في الزبل فوالا ريغلومون دو كونت علي هاب طب علي زيد فوالا دونك انت اللي مناصيتني ياك انا عندي ادله قاطعه برك كون ديبوزي بلانت ادميتون يزور الكوميساريا تهضر معاهم واش تقول لهم تقول لهم راني ندافع على الرسول باسكو كان يسب في الرسول وراني ندافع على الرب باسكو كان يسب على بالك هنا في فرنسا بلاد راك عايش فيها اون لو دروا او بلاسفام وماكرون بدات الرئيس خرج دفاعا على هذيك البنت اللي سبت محمد ابو كيلوطا ومنصها واحد دمور قال لك هنايا فرنسا ضحات بالدم تاعها باش الفرنسي يهدر ما عندوش الحق يشتم اي مواطن ولكن اي فكره يهبط ربها للزيغو هذه لازم تخلق بين في رايك دونك اولا ما ديبوزيش بيك بلانت باسكو جو سي افرو سي افرو نتايا عندك عاطفه هذيك العاطفه اللي خلاتك هكذا انا شفت معك وليدك ياك شفت معك وليدك على واش نكونسيك ولا عندك عاطفه دينيه هذه ما تجيش تسمع هنا روح تربب ربب اير ياك انا تفهمنا يا احمد جي ولا نون تاعك خلاص بالاي
دونك عندي وتشك، عندي لو نو لو برينو. راك تشوف انا لابس دو طون هذا هنا برك. ايماجيني هما، ايماجيني لا بوليس وكامل لي مويان اللي عندهم باش يجبدوك بلا دي سي بي بالتليفون تاعك كلش. راك تلعب ان جو تري دونجورو. روح الجزائر داكور، في الجزائر ما عندكش الحق باسكو قايد تاع الجزائريين درك على حساب تبون هو محمد، دونك مقدس. مهنا راني عايش في فرنسا وانت راك عايش في فرنسا وما تعرفش القانون الفرنسي، كيما هذا اللي طلع درك في كندا وما يعرفش القانون الكندي. فوالا فوالا وشنو هذا؟ سمعت صوت. الو الطوموبيل اللي كنت فيها سيت اون سينيك، رونو سينيك، تبدا ب سي ال وتخلص ب او سي، وما نعطيكش لي تروا شيفر اللي كاين في الوسط. نحبس معاك هنايا ياك وبالك تزيد تعاود. كون جاو الجزائريين كيما هادو يدافعوا على الجزائر بلا ربي غير رانا من طراز الرافع، تيماجين كون جاي يدافع على الجزائر على بلادو باش يكون هو فيه مليح مليح يعيش فيها مليح وكامل، يعطاك رشوة ويشوف واحد سراق ولا واحد يرمي لبرا يقول له اسمع ما ترميش لبرا، ولا واحد راشي ومرتشي يروح ديريكت يبيعوا لابوليس. كورونا على بالكم بلا ربي الماريكان ما يقوموناش. كون هاد الانرجي كاع تاع الجزائريين يديرها على جال بلادو ما راناش هكذا. جو فو غارونتي شتو هذيك الانرجي وكيف يضحيو يا ربك على جال هاد الدين. علاش باش راحو ينكحو الحريات ويدو نتاع الخمر؟ راه كلش راه قدامهم درك هما في الحياه. Normalement, c'est grave. Qui va déposer des plaintes? C'est très grave ce qu'il a fait. C'est interdit. Direct, le fichier S, il doit dire au robot. Tu vois, on a des enfants. Non, tant que. Chauffe, tant que je ne suis pas touché physiquement, je m'en fous, il dit le chef. Si je suis touché physiquement, là c'est une autre paire de manches. A dit Hadjo Hadjo. Donc, chauffe les jitriyah ou les menacés, dire la caméra taak. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas direct. Scotty. Jilo. أقسم بالجيل العظيم أن رحمتك أكثر من رحمة ربهم. هذا عندك واحد الرحمة ميتي انكرويام فرانشمون. عندك ما علاش هنا دوكا زدت بينت لهم بليك عندك الرحمة. ها راك سمحت له للسيد والله العظيم يجيلو جي اونفي دانفيتي كاع اللي راهم يشوفوا فينا يديروا بريسيو عليك باش ديبوزي بلاك. مي الرحمة تاعك كبيرة. أكرمت وجهك يا جيلو جوتا في الله. حملك حملك مليحة طاس جرام. والله جيلو على بالك والله تما توشي يعني واحد الرحمة اللي عندك ملكي انكرويابل اون فيت. راك تقريت فيهم في الاخر سي با دو فوت تحامي عليهم يا ودي سي با دو فوت سي با دو فوت كون هما الغلطة منهم
ما نح... شوف البوفوار هذا ما نرحمش الرب تاعهم، كي نصيب كيفاش نقعروا نقعروا، مي هادو الشعب هادو اللي راهم هادو قراوهم وكبروهم هكذا يا ربك بعاطفه تاع زيرو زيرو في الزيرو، ومازال شادين فيها هكذا ومازال ما مرقوش، دونك بالعقل. الله يرصار بك والله جلو والله يرصار والله ميرسي جلو ميرسي بوكو تنمر تنمر بقى على خير. أكنت لايكيو تشفاو هذاك تاع ديجون اللي قال لي نذبحك، على بالك عرفوه في صحاب ديجون، ديجون بلاد صغيره دونك عرفوه، وهو هو كان يغسل الموتى تما اللي قال لي نذبحك تاع ديجون هذاك، اي با ديبوزو به بلانت و داو الجزائر، سي اون فام كي ديبوزي بلانت عرفاتو راح ديريكت كوميساريا دات لهم لا فيديو. Imad, tu fais qu'insulter Dieu, ta fin elle sera radicale. Imad, je vais te dire que je suis là. Où est-ce que tu es? 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 ربك هذا ما يقدرش يدافع على روحه باش تجي انت تدافع عليه، يا البهلول يا القليط، ربك هذا ما يصلح لوالو باش تدافع عليه، ما يقدرش. حاشو دير لهم دير لهم عفسه كون فيكون، هادي الزقوق وقاعد مريح حط تلمك فوق العرش، ها هما يضربوا عليك والو ريان، كيفاش بدل يا رب بدل، الله هذا تافه، بدل بدل دير واحد اخر. سي ابخي يا حمار، مي واش دخلك ابري ولا ماتنون انت واش ورا دخلك في حياتي؟ لازم تفهموا لازم تفهموا، ناقشوا واش راني نهضر، ناقشوا واش راني نهضر. انا زبل، انا خريه خريه تاع، شوف لا بلانيت تير كاين 8 مليار دابيتون، انايا الخريه الكبيره كاع في 8 مليار، ما كان حتى واحد تحتي، انا هو ياك دوك نحي خلاص متفاهمين على جيلو. دوك انا نهضروا على دين الاسلام، نهضروا على الرب هذا، ونهضروا على هذاك البيدو كريمينال محمد، التاريخ يشهد عليه، الكتب تاع الاسلام يشهدوا عليه، وانت تهضر على جيلو وخايف على جيلو يروح يتعذب، وانا نقول الرب هذا شوف نحي لك الرب تاعك كنت تديني الجنه جهنم كاع، مانيش حاب نشوف ربك كاع، انا نشوف غير عزرين صاحبي عزرين، هاني هضرت معاه، انا عطيتك بور انفورماسيون، خليني نهضر معاه، نهضر مع الدين رب هذا بوترما هذا حط ترمو على العرش قد قد سقط مريح يشوف، والولاد راهم يموتوا في غزه والمسلمين كاع راهم يدعيوا له، هو هذا خبر، هذا ثقوا فيه، هذا الرب هذا، هذا رب ثقوا فيه، ما شفتوش وين كاين الاسلام، كاين المجاعه كاين لا كوربسيون ما كاش قانون، كاين طاق على من طاق، مازال ما مركتوش مازال. ناقشو انسان عاقل ماشي مرض مونطال كيما انت. انا مريض، انا مريض عقليا، لايكي لايكي ياسين صحي تجيلو صحي عسلامة السلام. انا كنت نصوم نصلي وصوالح من بعد لك تربها كاع ولا كرهت كيف كرهت هكذا كرهت واش كرهت؟ ايه كرهت الصوم دير تمنية لك تربها بامور وراني رولي
وين بغات توصل توصل، نصدم في حيط ولا نخرج في بحر ولا في صحراء. انت مسلم؟ لا ما على بالي كاع، انت ما على ماني بالكش ندير والو، خاصة ماني عم ندير كدير والو، والو. ماني انت داكور اوكي سي بيان. واش حبيت، والله واش حبيت نعالجك في كاش حاجة، حبيت والله نعاونوك واش؟ راني بيان والله، راني طالق هاترولي، قلت لك وين بغات توصل توصل، ندخل في فوالا. حيط ولا ندخل في موجة، واللي عنده حاجة يديرها يديرها. حاشاك يحفو لي منه كاع. اي ميرسي. يا صح، ميرسي ياسين، بقى على خير. باسيفيست ما تخافش خويا، ما تدخلش للنار. هادي كاع هادي سي انفونسيون، هادي سي انفونسيون هيومان خويا، غير النار اللي ما تدخلهاش. هبطتو هبط، كنت حاب نهضر معاه. نو جيلو، انا دومونديت لك كي من قبل كنت تهضر على هادو لما يرجعوا للبلاد. هذاك لوكسيدون الي طومبي دون دون سا بروبر دون سون بروبر سيستيم ديموكراتيك، راهو يطيح في طاح طاح في سون دون سون بروبر بياج. شحال عندك من الاولاد يا ربك؟ شحال انت عندي زوج برك، بصح يضل يتبع في قسامي. شحال في عمرهم؟ الطفلة 8 سنين وطفلة قد عائشة، والطفل في عمره 5 سنين. ايبا ils ont de la chance hein. Ils ont de la chance parce que باباهم ما عندوش ايديولوجي تافهة. سي تري امبورطون. لا ما يماهم ما عندهاش. انا يما انا تهنيت ما قدرتش نزوج بالجيريان على جال هذا الشيء. تزيلو تزيلو عباك ما عباك تزيريات اللي تحت معاهم كاع يقعروني غير بالدين وبالرسول وهكذا، وبعد غير تقول لهم شغل بلي انا ما انا خاطيني الدين تو بورتو ما نيش عارف. جامي سيفت عليك شي وحده ما تصومش ولا ما تصليش ولا يعني مي ما اللي طيح معاها تبدا تطرنك عليك، تقول لك ربي وهكذا ويلزم تصوم ويلزم تصلي وش بيك مهبول ولادنا وربي. بعد ديت قاوريه تهنيت مربهم كاع معاها، فهمت؟ ما عندي مشاكل تاع، ما عنديش كاع مشاكل في هاد لو بوين هذا تاع لا ريليجيون. وليت تلقاها الجيريان ماشي مدينه، تلقاها اكستريميست اولترا فيمينيست. هذاك تلقى الفيمينيزم خارج لها مدني هاز بزاف شغل، كي تلقاها لي باغوليجيوس تلقاها بزاف شغل خلاص اليكزاجير دون سا دون سون فيمينيزم. دونك انا مع قاوريه والحمد لله على نعمه، على الحمد نعمه لله. الحمد لله. سليمان سالو جيلو، باسيفيس باين بلي تزوج ب 15 الجيريان، دونك يعرف على بالو كيفاش عملت. ما تزوجت، خرجت معاهم الحمد لله، ما درت الدراري ما قدام كاع مقودات. عمك غير اللي طح مع، شوف سوا طح مع وحده ما زعما تلعبها لك سيفيليزي ويا معقده معمره بلي كومبلكس بحاشا. دوك كي نهضر هكذا مانيش نجمع، ولا مي انا اللي طحت معاهم غير المقودات. ولا طيح مع وحده شغل اولت بالفيمينيزم تقعرك تهبلك يا زه. انت جابي انت تاتيري باسيفي ساتيري المقودات انت. لا لا ماني هادي، انا بالي ما تيري عندي. انا شباب ماشي باش نزوخ عليك، ولا انا حطه من باش قاعد ندير يا ماكش فاهمني. جي با دو بلي انت حطه، انت ابارامون تاتيري هذوك اللي عندهم مشاكل. ايه لا تيريهم نداويهم. جو بونس با عندك الحق خويا، لي زالجيريان سون بيان. كاين وكاين كاين وكاين كومباري غير مع الجي مع توانسا باغ اكزومبل. هي شوف سليمان نقول لك صح والله، كي تحب تتزوج زعما كان شغل كي بديت الحق طرونطون انت بديت نحوس زعما سيريو ايتو، سي ديفيسيل تلقى الجيريان ماشي 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 مدينة. لا لا ماشي مدينة. اوكي اوكي داكور. انا هضرك في وقتنا، نو في وقتنا سي با الكا. انا هضرك يا 10 ان اغيغ، دوك جي 42 ان. انا هضرك عندها 10 سنين كبير الله يبارك. راني 42 ان خلاص، رانا طبت الكوكوطا. ما بقى لك والو والله، ما اقسم بالله غير ما بقى لك والو. لا جو سوي جون انكور. ايكوت جو في باش جانا دا 42 ان. انت مازال 42 ان تو كاسي، تو كاسي مازالك 20 ان حياه كيما نقولوا فونكسيونيل. تروح لدوات وحدك 20 ان نعيشوهم. اون فا سي دون بروفيتي او ماكسيموم. بالك برك يا خويا حادر على روحك، بس كنت تعطيري هذوك لي زافير. ف
في قاف انا دوك ما راني دوك راني مزوج وراني بيان دوك ما عنديش مشاكل مع ما كانوا عندي المشاكل اللي غير مع الجزيريات ما نكذبش عليك ها قال لي تقول لك الله والرسول وشبيك مهبول ما تصومش ما تصومش وانا نقول لها انت يا صومي ما با بروبليم صح علاش تسيف علينا مي سي غاف مي توي فو وهكذا يا وشبيك الله يهديك وهكذا وبعد تبرد وبعد تبرد باسيفيست انت ما تعرفش الماناج وبعد خلاص وبعد تولي نورمال بعد يا تولي تدافع عليك تقول لهم هكذا تقول لهم ومن بعد ما يصومش ومن بعد يا ريت تولي باسكو تحبك هذه ما عرفتهاش انت تشوي لا شونس يا خويا لاكونيت انا ما عرفتهمش هذو تولي يا ديفونديك يا رب يا خويا انا خليت لهم قاعدك تزاير تقول لهم جو بريفير واحد ما يصومش وعاقل وخدام ولا تيما وتدات بوانتي هذوك اللي يشوفوك شيطان يا واسمك يا سليمان كيف تقول لهم انا ما نصومش جو جور جو تاسيور كي تقول انا ما كي تقول ما صليش وما نصومش اقسم بالله غادي يشوفوك شيطان عباك يشوفوك كوميدي انا عارف تزاير واش بيربكم عباك شوف شوف جو ترافاي بيان جو غاني بيان ما في جي ريوسي سي با نافير دو فام اللي يقول لك برك سي با نافير دو سي اون افير دو سوسيتي ماشي تنسى ايه سي سا مي يجوا لكندا يجوا لكندا يا دين ربي يغاردي هذيك لا سوسيتي هذيك المونتاليتي تاع البلاد وهكذا وانت زعما قلبتها واش انت طلق قلبتها واش اللي حبيتو لي قاوري واش بيك عيب سي سي نوت كولتور ما ما دوك لي زيدين هنا ولا دوك عبك باسيفيست جوج قتل بزاف باسيفيست غنت لي ما انا ماشي مليح ما عمر بلي ديفو انا نسى الجزائريه اوني دو لا ميرد اوني بيت هاشا باسيفيست فريز ديفو يا اخي يا اخي هدرت يا اخي انت اللي هدرت فوالا ابدا اسمك يا فخاز فخاز عباك هاد الجزائريين قبل ما تكون انت راهي اختي راهي يما راهي باسكو من قبل وانت تقطع تقطع حنا كاع وني نول لا لا خويا حاشا تتقاوليا برد قلبك هذاك بليزير مي حبس فان جو فيدير غاري شويه سليمان وين الشافيه سليمان وين الشافيه باسكو لا دي ان تريك انتريسون لي دي قاوليا يبرد قلبه Non, je ne sais pas, pas du tout, mais tout le monde dit, mais ouais, il a l'air très satisfait, tant mieux pour lui. Mais c'est bon, enfin, je veux dire, c'est bon. انا فرز نعرفها نعرفها ما لي با فاسيل جيت انت لا تخلص والله راح تخلص غير تنطق على الديريات دير دي جينيراليتي هاشا قلت ماشي كاع نو نو جي بريسيز انا دوكا جو في تيري دي كونكلوزيون je vais mettre Slimane et Djilo dans le même sac que toi. Tu vas dire que les Algériens sont des pacifistes. Non, non, non. 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 اسمعي اسمعي واسمك فخاز انا ما فنطلع عند عندي فيمينيست هادو تاع تاع تيك توك تو عند ايميلي تو سا يهضروا على كاع لي زالجيريان جو مسي جامي سونتي فيزي عندهم الحق يقول لك سي دي ماتشو لي زالجيريان هكذا يحقروا المراه وحقوق المراه ونسى عندهم الحق نطلع معاهم ونعطيهم الحق نولي حلاب كيما هما شلوغ دون ريزون جو سي كال ال بارل با دو مو ان بارتيكولي جو مسون با فيزي مي ال بارل دون فاسون جينيرال و ال زون ريزون ايكوت انا نورمال ما عندي حتى مشكل وي مي نو Voilà. Mais les femmes, c'est différent. On parle pas des femmes comme ça. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Les. ماشي قاع قلت أنا لي طحت معهم ماشي قاع ماشي قاع. Okay. المشكل فيها يا فراس هو البروبليم ماشي سي با فو سي لي المشكل فيا ملي كنت في الجزائر المشكل فيا انا على بالي تعرف هذيك سي با توا سي مو تعرف فيها فراس سي با توا سي مو سوف كو لا سي توا باسيفيست هيا معنا داني سالوي جيلو سالوي داني كما سا با سان بابا ميرسي اي توا داني دابخي توا دابخي توا لي فام الجيريان سي بيان ولا هكا والو با سا ديبون
هذا زعما جواب يعني، تما راك راضي بروحك بالجواب تاع الصديق. راك خايف ما تعادش فراس والله ما تعاد نورمال تقصر معاك برك. قول واش كاين، هضر واش كاين. Ben, tu sais. T'as coupé ton mic. Marteau, marteau coupé. Harb, Allah. Harb direct. Ah, le hack n'a rien. لماذا لا جات بلان مشاتني عندك اسمع باسيفيس انت غير بالاسم هذا باسيفيس غير نحيه شوف لازم ندير قيري محارب ياسين كش ما نسيت ياسين كش ما نسيت والله غير والو على بالي مقبل هبطني على جال شغل ما عرفتش كيفاش نعبر تجاوز شويه في الكلام واسمح لي راك مسامح نورمالمون نقول لك نموت شهيد مي با هذاك شي شغلك لا لا زعما بيناتنا زعما الواحد كيما نقولوا حنايا في راسو خلاص كرا كلش وجبد وراه يمشي في طريقه ما يدير لا صلاه لا صيام لا يديك لا يجيبك هيا يجي واحد يعطيه بضربه للراس قلت له يموت شهيد نو Je ne sais pas. Zama, ce qui est sûr, ce qui est sûr, il meurt. Asma, ce qui est sûr, il meurt. Hadi, t'as imout, il meurt. Oulah, ça d'abord. صح اللي ضربوا اللي ضربوا زعمك شغل جاي دافع جاي دافع زعمك شغل زعمك شغل مبعوث من عند الله وهو هو شغل راه كيما نقولوا حنايا عندنا في الجزائر محلف قال لك روح عند هذاك محلف هو محلف وربي زعما انا شوف في 2015 وقيلة كنت نعرف واحد التونيزي كنا نديو ولادنا يلعبوا سوكر يلعبوا فوتبال وكنا نقصروا بار لا فورس دي شوز تونيزي وانا الجزائري نقصروا مالا ان بوجور جا عندي قال لي سليمان قال لي يا ربك قال لي تري موفيز نوفر في لغه الخير قال لي وليد اختي قلت له شبه قال لي مات في سوريا مات شهيد ايه هما عندهم شو طيب انت انا تما تما تم تم ديماريت تم تم ديماريت قلت له وين مات شهيد قلت له مات وخلاص على شهيد مات سيتو هي نورمالمون مات وخلاص وين ايه هو نو هو قال لي مات شهيد مي جيلو مقبله بوزا لي كيسيون قال لي زعماك شغل ماكش خايف ولا قلت لكم وانا موت شاهد تموت شاهد سيتادير تسمى بور ديفوندر تون اونور ولا سي كوا لا سيتواسيون فوالا هما يخمو هكذاك انا ثاني زعماك شغل اوكي لا تو ديفون تون اونور هذه هي مي شاهد شاهد سي ان تيرم تري ريليجيو ما عنده حتى معنى ما عنده حتى معنى هذه صديق تشهد على الناس باللي كنت شغل ديجا الشهيد مي كي تشوفها في الاسلام الشهيد اني با نيسيسيرمون مور بصح في العقليه با نيسيسيرمون يقدر يكون حي يقدر يكون ميت بصح الشهيد دابري لو كورون باغ اكزومبل يقول لك وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صافا دي كي فا مورير باش يقول لي شاهد شاهد صاودي سي كالكان كي دي لا شوز كليرمون وتولي حجه يولي هو كيما نقولوا ما تقدرش تقول ما على باليش هذا هو الشاهد ما تقدرش تقول ما قلناش ما هضرناش انا هضرنا قلنا تو العقليه الشاهد هو هذا هو لو سونس ايتيمولوجيك تاعو اي دون لو كال اون لوتيزي ابري يا يو ان غليسمون ولو الناس تقول تسمى اللي مات مات شهيدا من مات غرق مات شهيدا من مات كذا راح تربو اللي مات غرق خلاص مات وخلاص ما على باليش بعد لو مارتير لو مارتير ليدي دو مارتير في لا لونغ لاتين ولا في لا لونغ فرونسيز ولا نو كوريسبون با للشهيد في ليتيمولوجي مسلمان وغادي يا كوم ما باج ما باوها مع المارتير من بعد باسكو لي برومي اللي كانوا يصدموا غزاوات وكذا على بالهم بلي ما
ماهوش ملاح مع ربي. انا نقول غارونتي لك تصدم انت تسرق الدراهم تاع الناس وتنكح النساء تاع الناس وراك راح داخل الجنه صافا انت على بالهم كان على بالهم اللبنانيين ما كانش قاعد يقولوا هذيك كلمه شاهد جو بونس كانت خاطيهم هذه الاضافه بصح كما نقولوا احنا في الموت قضيه الدفينة يعني معليش تدفن ولا يترمى ولا يترمى في البحر على الساعه هكذا وشنو يموت في البحر يترمى في البحر نو كذا هكذا كوم زعما شغل يقعد فوق الارض كيما نقولوا حنايا لي جون يدفنوا سي بور دي ريزون دي جيان دي شوف كيفاش الانسان الى ايفولي ولا يدفن ولا يحرق باسكو اذا اوبسيرفي كلو كان يخلي الكور هذا كيفوح صافا فير دي مرادي يموتوا ناس تموت عا يموت كاع الفيلاج دونك مع الوقت فاقوا بلي كيفو تدفنوا ولا تحرقوا سي بور اليميني لو دونجي تاع لي مرادي Il faut savoir. راك عايش في الصحراء في الروس ولا في الروس ولا في لاسيبيري سما اوكان سونس سمانة يقدروا يغارديو لو كور سمانة سمانة بيان سور تو سامبل سليمان انا راني في الخارج وادو مات واحد من لا فامي ايا عيط لي خويا قال لي لا سمعتك دمنا قلت له ما سمعتش قال لي مات فلان لا فامي قلت له وانا خويا شويه يصنفو ما على بالوش لا با لا با لا با لا بالعراس لا بالعياد لا با لا بالموت لا الجنازات لا والو قلت له انت كيفاه مشيت رحت حضرت قال لي صرا له كيساك بوبال مات على 8 تدفن على 10 قال لي ما قدرش نحقق زيكزاجير لي داني طون هذا زيكزاجير سي ترو اوكي ميرسي صحيت ياسين ميرسي خويا تديني خو او حبي تفضل هضر انا قاعده وكذا وحبيت بغيت تقول لي بقى على خير نبوجي اي ما لا ما لا ريح ساطو اهلا سالو جيسبر على كومبيان صح ساطو دونك اسماعيل اسماعيل سليمان كي كان يهضر وي كاينه تاع الريحه باسكو على بال كاينه الريحه كاين les asticots, les microbes, les épidémies, ثاني على بالك يكونوا لي كادافر كاينين دي كادافر كونتامينيو ستادير ايماجين كاينه لا بيست ولا دونك يفو سون ديباراسي توت سويت مي كاينه اون اوتر ريزون كون تروف ميم شي لي انيمو سي لا بور دي بريداتور c'est-à-dire les animaux qui tchoufou par exemple tchouf une femelle tdfen wlidha ce n'est pas parce que عندها le respect le cadavre hadak ou là parce que tahess belli kayna el mout ou kayn non absolument pas houa c'est une question تاع les prédateurs باش ما تجبدش les prédateurs donc عندهم généralement deux choix soit تاكل le bébé تاعها تاكلو soit l'enterre باش الريحه تاعو ما تجبدش les prédateurs tu vois donc هذه هي l'idée اللي كاينه بصح كاين واحد في الاسلام مات هكذا اليوم الاول ما دفنوش اليوم الثاني ما دفنوش بقى جوجور ادمي وماشينا ماشي با نيمبورت كي حتى الله ما دار والو على جروه بالك كانوا يستناو ينوض بالك كيما عيسى ولا كيما عند المسيحيين ولا ومن بعد ما ناضش نهار الأربعاء العشية في الليلة في الظلمة حكموه حطوه فوق الكتاف تاعهم بداو يجريو به يهرولو به باش يدفنوه في المقبرة فهمت هذا هو سيدنا رسول الله دونك هذيك تاع الهرولة هذيك اللي يديروها يجريو كلش سي باسكو محمد بدا يفوح بدا تنفخ وكلش دونك كان لازم يجري ويدفنوه في الليل نهار الأربعاء ودفنوه في الليل نهار الأربعاء هكذاك واسمو وجراو به هرولوا به هذا ما كان دونك يا لو في سي فري كو بون في لي بيي هذو وين كاين الصحراء وين كاين لا شالور وين كاين واسمو
le cadavre Hadak, il faut le comment dire l'enterrer au plus vite. مي كاينه ثاني شويه هذه تاع الدين هذا والحاجه هذه تاع تجري وكل الشغل تهرول ما تمشيش بالعقل وكلش. والله غير سيفري، انا عندي خويا قلت لك هذا اللي مات سي جوست اكوتي، ما لحقش به، قال لي انا جو سي با، قال لي ما كاش، يا ميم با دو كيلومتر بيناتهم، قال لي ما لحقتش، قال لي صرات له كيساك بوبيل خرجوه من الدار رماوه. سي فيت فيه تفاهات. نو اون بو دوكا كي واحد يهضر يقول، باسكو كاين ديما واحد سالا في كلافه يقول لك عجل ويدفنه، يقول له علاش الرسول واحد ما عجل به؟ عطيه ديريكت، قول له السنه تقول ثلاث ايام مينيموم، هذه هي السنه، خبطوا بالسنه، سنه تاع النبي هي ثلاث ايام، ماشي العشيه ولا الصباح ولا. انا كيما غير كيما صارت، ماشي غير كيما، صفحت 5 سيزون في القبه، واحد مات و لا توندونس هادو لي ديرنيير زاني، كتعرف لي صار لا فيست هادو مال لي 10 15 ديرنيير زاني، يقول لك عجل عجل كيما كنت تقولوا لو جور، ما يخليوش ميم با لا سيم با لو دوي، خاطر ماتت وحده في لا فامي تاعنا حنايا اون كابينو جينيرال اون في لا في فونيغار، هذيك سي تراديسيون، اي بي تي اون بيرمي على لا فامي دو فير لو دوي. وخطره ماتت واحد العجوزه جابوها لنا سا فامي، جا واحد هكذا من الجي تو اي فولي ابسولومون نو امبوزي، قال له حتى قال له لا راح ترنك على روحك ايسي ما تجيش نو فيان با نو امبوزي. مي اسكو جو فولي فو راكونتي، خطره في القبه صافي واحد 6 7 ان بوبري، مات واحد مسكين وهذيك العقليه تاع عجل وعجل، اي با سيد راحوا يدفنوه في الطن لهم، ايماجين في الطن لهم، الناس هاربه في الطن، خرج لهم وقف لهم في الصندوق، ايماجين وقف الناس هاربه واستغفر الله الله اكبر وهاربين، ايماجين لو تروماتيزم كو دو فيفر لو بون دايور. يا سا لي جون اتوند ان بو mais ils définissent tum-tum justement parce qu'il y a le risque à date à les gens qui ont l'air morts mais ils sont pas morts, tu vois. Nous les tumti, sortons de la morgue, hâtons de la morgue, là, on débute top top, débute, dans dans le frigidaire, c'est incroyable mais c'est arrivé. ما فهمت زعما يفقد الروح يموت يبرع ودي واللي يحيا ولا كيف؟ نو يديتكت با لو كو تاعو سي البول، فوالا كلشي يدخل اون رالونتي، كاع لورغانيزم تاعو يدخل اون رالونتي، تسمى كي يبداو يميزوري ما يشوفوش لو بو تاعو، ومن بعد غير يعاود يديماري الكور تاعو يعاود يحيا نورمال، يعاود يحيا سورتو لو كانت كونجلي، سورتو كي ديرو في البرد السيرفو تاعو نو با سي ديتيريوري توت سويت، سا فا كونسيرفي. Et donc, ça peut même faire rallonger le moment de la réaction, c'est-à-dire, l'oukane par exemple, t'khalli hakdak barra, bla ma dirouf le frigo, rah imout, yani kimmel oumbad balak, oumbad imout. Mais ki t'hattou dakhl le frigo, ça va préserver les organes ta'ou, et il se peut le moment où t'kharj ou la, plusieurs heures, enfin quelques heures plus tard, y'kharj, t'ilga yimshi, t'ilga wasmo, idha ma match. Ça dépend en fait, en réalité. Mais le froid conserve. Hein. Saratouin, des personnes, une personne dans une piscine ou la piscine hadik berda bzaf bzaf fushta hakdak, et ben la personne hadik pendant un long moment, à un moment, c'est grâce au froid hadak qu'il a préservé quelque part. حبيت برك نزيد على هذيك تاع الشهيد، كي كنتو تهضروا ليامات هذو راهم زادوا لها هذيك تاع الشهيد، بكري كانوا يقولوا برك شهيد مات شهيدا، وبداو يقولوا لك فهمت، درك زادوا لها قول لك مات شهيدا مقبلا لا مدبرا، فهمت، درك زادوها للسي النوار هذاك اللي مات سي نوار، قال لك السي النوار قال لك مات مقبلا ولا مدبرا، استادير ما كانش هارب واسمو سا لو في بلجيوم. انا عجبني، جو با سي فو كونيسي هشام المصري، واحد استا يوتيوبر دركا، هو ايتي سلفي وخلاص من بعد خرج كفر، ويلفي دي يوتيوب، هو قبيحه عنده لسان قبيح هذا هشام المصري هذا. Mais en tout cas, il a un bon contenu. Il fait de très bonnes vidéos.
يجيب لي زانفورماسيون تو سا انا كي نتبعو جابخون توجور دي شوز. الى لا دينيير فيديو تاعو سماها المندبه كبيره والميت سي نوار. بون اون ايجيبسي عندهم ليكيفالون حنا نقولوا المندبه كبيره والميت فار. هو الى غامسي هاد الى ريكوبيري وقال المندبه كبيره والميت سي نوار عليه كوم كوا سي لي جون فون توت اون باتات يعني حاجه يعني كومبليتوم irrelevant ما عندها وكان تاثير. السيد هذا كي تراكي كيما كوم 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 قاعدوا كلي القياده تاع حزب الله كي تراكي بوندون سيزون عندهم 6 سنين هما يسون تراكي وبلاك يكوتي عندهم كاع المكالمات الهضرات كذا منا ونهار حبوا يقتلوهم طردقوهم كاع ضربه واحده اللي زون ديكابيتي. والسينوار وهنيه كيف كيف في سون تراكي بار لوغ تليفون بار لوغ مونتر بار لوغ رولكس كون لوغ اوفير او كاتار يعني يا بلان دو شوز اك ليكال تو بو تراكي كلكان. اه جو توفر اون رولكس اي جو تراك سهله يعني ماشي حاجه صعيبه. اي والسيد كونت انا فولو كونت انا quand on avait besoin de lui pour l'utiliser comme étant le méchant, قالوا سمعنا on est en train de faire la guerre à des barbares, regardez-les. Écoute, شوف واش عم يديروا. Il était là, quand vivant. Lorsqu'on a voulu marquer des points, Kemal Netanyahu, quand il veut marquer des points pour dire on est en train d'éliminer des terroristes, il a tiré un missile. Parce qu'on sait très bien où est Rahou. À la banne où est Rahou, à tout moment. Chaque seconde, où il bouge, avec le phare, avec la balle, on verra. Où est le cas d'un tunnel terre. Ça a été un succès avec Sliman. Sliman. Oui, tant que vous avez un gars de la technologie, alors je vais te le dire. Parce qu'il voulait éliminer. Il voulait éliminer Gaza. Donc il te terrorise, voilà, et tu as un gars. C'est des terroristes. Ou c'est des enfants de cœur des Israéliens. Je suis le Nasmla. Ou chaque sénateur. Tu t'attends à quoi, Yanni? Tu t'attends à quoi? Ils sont pires que les Américains qui ont utilisé l'uranium appauvri pour. L'Irak. Qui ont fait un embargo test, je ne sais pas combien d'années, qui a tué un 9 million ou le Tsrer. Tu penses qu'ils sont pires, Yanni, ou la moi, ou la Hanan Alihom, ou la. On est ici dans un monde, Réal, il y a le Khawar. والله صافا دير عندهم لا عندهم عندهم لا تكنولوجي عندهم لي مويان زعما لي جون سي لي جون سون انتيليجون. شوف شوف حزب الله حزب الله من 2006 شوف من 2006 لافير تاع 2006 سو سون ريوني لي اسرائيليان قال لك اون فوا شونجي تاكتيك كاع ما سا ماش با ماشي هكذا. من هذاك النهار وهما يخدموا جوسكا سكيل ديكابيت كومبليتمون لحزب الله محاوه يا ربك بالتليفونات بدي تاكي ووكي بكذا تاعهم كاع هذيك الجهه كاع تاعهم الدول اللي تبع تاعهم الالكترونيك اللي تتبع تاعهم لا بياس ديتاشي اللي تبع تاعهم كاع تاع اسرائيل هذيك الجهه وهما كاع يبلعوا كي البوري شغل رانا المقاومه عندهم ثاني لي زاجون تاعهم بارتو ايزون دي زاجون تي كوا كزاما اي نون با انفيلتري حماس اي نون با انفيلتري حزب الله بيان سور ايزون لي زون انفيلتري كاينين داخل دي زاجون عندهم لي جيو بارتو تي كوا ك تي كوا ك ناضوا من البارح ما بشي يلعبوا سا جو با دو تو سا جو با دو تو كاش كاع اللعب مام هذيك تاع كي قتلوا هانيه قتلوه في ايران انا جو سوي شوف نحط يدي في النار بليك سيتي اتفاقية مع إيران قال خلينا نقتلوه ما ديروش الهول وسي بون خليكم ترونكيل صديق ليرون صافي بلي كان يا راح يموت نغارونتي لك مام سليماني هذاك اللي قتلو ترامب قتلو ابري زافوار ديسكوتي مع خامنئي قالوا راح نقتلو هذاك سليماني دونك متحشموك بزاف قالوا معليش قتلو بصح خليونا بط ترونكيل حنا ها كيفاش سا سباس حنا برك ما على بالناش مي سا سباس كوم سا يعني سي تري سينيك هاد لي زافير Mais c'est cynique, c'est la définition même. هذه تاع البطولة وزعما أيها الشجاع المغوار أيها واسمو هذه كاع هذه سي بور لي ليفر تاع الدراري فهمت حافظ الراجي هذا أنا زقيلو نيفو حافظ الراجي لا بطولة إيه لا بطولة لا واسمو لا شرف لا شكوبي كاين يا خويا عندك اون استراتيجي
عندك دي تكتيك اللي تحب تستخدمهم، عندك كيفاه واش حبيت تسوفي واش حبيت اللي كيدي سي انا نامن بحاجه كاينه حاجه تمشي، فهمت؟ في الحوايج هذو سي جيم ثيوري، تيوري دي جو، فهمت؟ هذا اللي كاين تيوري دي جو. وجد روحك، وجد روحك، بريباري روحك، تعرف روحك باللي راك قادر، دير لاطاك تاعك، هذه هي. ايه كيف تلحق باش تكون قادر، باش تكون يلحق الوقت هذاك وين تقدر. انا بيان سور الهضره سهله، مي كيفاه سي سال لازم منظومه باش تقدر، باش تقدر باش تولي انسان ومجتمع براغماتي وياخذ دي ديسيزيون تاعو بلي دوني، ماشي بلي ديولوجي. عنده لا دوني، عنده الداتا، ولا رياليتي سي تشن رياليتي. شو رياليتي دازن كير اباوت يور فيلينغ ولا الايمان ديالك، الله يسهل عليك. كولو لا رياليتي حاجه هي الصح. نهار تولي تخمم بلا رياليتي، يعني الحكام والشعب، ولا يا سيدي الماسك ريتيك تاع الشعب، ماشي لازم كاع الشعب، التبات ولا المجتمع ينتج، يولي ينتج المعرفه، يولي يافونسي دون لو سونس. تفضل جيلو. نسمعوا واحد يهضر جوستومون عن البون سونس براغماتيك، يهضر اسمع لبناني جو بونس. حقيقة حيرتني أستاذ حسن، يعني ما أعرف شلون الطروحات تفضلت بها، يعني أنا ضدها بالكامل بالكامل. رجاع الدين كقوة أساسية لتأسيس الحضارات هذا ضد المنطق وضد الحياة. لا يمكن لدولة دينية أن تنشئ حضارة في هذا العصر، لا يمكن مهما امتلكت من قوة عسكرية. هذه دولة فاشلة لكنها تتظاهر ببعض مظاهر القوة. الحضارة الحديثة تبنى بالعلم فقط، الدين ليس علم. الدين لا تسمعوا في لاصال قالوا الدين راه هو علم المسلمون دوك يسخنوا. تبهليل تبهليل هذا الدين. انا اوضح للاستاذ، الدين الدين طريقه من طرق المعرفه التي انتهت فاعليتها. العلم طريقه جديده تفسر الامور في المختبر. الدين يفسرها بمقولات غيبيه، لا علاقه للدين بالعلم مطلقا، ولا علاقة للدين بالعلم أبدا. لا ينتقص من الدين، لا أبدا، لا ينتقص من الدين. عدم المقاطعة الدين إحساسي، العلم خاضع للفرج والتقييم. شامح استني تفضل، أرجوك بدون مقاطعة، أرجوك أرجوك، هذه أجوبة تفضلت وسألت خلوني أجاوب. إذا تسمح تعقيب نعقيب، بس ألا لا أجوب. بعدين أنا إحنا ما نختلف على قضية يعني شخصية، هذه شخص قضية فكرية عزيزي، هذه قضية فكرية، لا يجوز أن تتحدث بهذه الطريقة والصوت العالي هذا، أرجوك. لا وبعدين أنت مو أنت سائل، ما من حقك تسأل. دكتور تابع واختصر في دكتور يا غير. هذا رأيي يا أستاذ حسن، هذا هو الموضوع. وما طرحته بعض الدول الدينية من حوار الحضارات لا قيمة له على الإطلاق. الدين الإبراهيمي كذبة كبيرة وجزء من صناعة شرق أوسط جديد، ولا يمكن أن تمرر لأن الشعوب ترفضها، وهذا جزء من مشروع استعماري للمنطقة ولا يجب أن نسمح به، ويجب أن نقاوم كل أشكال التطبيع في هذه المنطقة، كل أشكال التطبيع. دكتور جمال يقول: ما هي وحدات القياس للحضارة المتفوقة وما هي مواصفاتها؟ مقاييس عديدة الحقيقة. أول مقياس هو التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي لا نعرفه حتى، يعني لا نستطيع أن نتلمسه، لأنه مختبرات الغرب وأمريكا بالذات فيها تفاصيل بالملايين، إحنا نلمس منها شيء بسيط جدا، وهذا الشيء البسيط نعتقد بأنه نعم يعني هذا سهل بما أنه استوردناه أو نقدر نصنع مثله. هذه عملية حمقاء أعتبرها في أننا يعني جزء من العلم، لأن إحنا نكرر لا أكثر، العلم هو الابتكار،
وأن تبتكر، وأن العلم الواحد ينشطر إلى 10 علوم، وأن كل واحد من هذه 10 علوم تنشطر إلى 1000 علم. نحن لا نشطر شيء، نحن نستهلك طول عمرنا، فلا علاقة لنا بالموضوع. العلم مكانه هناك، مكانه هناك. علماءنا في الحضارة الإسلامية قتلناهم كلهم، قتلناهم وحاصرناهم ودمرناهم لحد أن يكفرون، ولحد أن برشد ملعون، وابن سينا كافر. وين احترام العلم في الحضارات الدينية؟ بس والمسيحيين أيضا، الحضارة المسيحية دمرت كل العلماء وحاكمت غاليلو ونبذت كوبرنيكوس، دمرتهم. هذا هو شأن وتحرق وتدمر الساحرات كلهن، مناضلات سياسيات ومثقفات وعالمات أحرقن باسم الساحرات. يعني ليش احنا ما نعرف سوت المسيحية بالعلماء؟ كل زي نعرفه، وكذلك الإسلام نفس الشيء. لماذا لا نعترف بالحقائق؟ ليش نزوقها ونريد أن نمرر ماذا؟ أكتوبة جديدة يعني؟ إذن احنا ما مستعدين للتحضر. بكل صراحة أقول لك، التحضر هو أن ننقد الماضي بقسوه، وبدون هذا النقد لا يمكن أن ننهض. وأكبر شيء يجب أن ننقده ونحلله بشراسة هو الدين، بدون هذا لا يمكن أن ننهض. أما أن ندلس ونخبئ الأخطاء، لا، هذا خلاص والله إلى 2000 سنة قادمة ما راح ننهض. فأرجوكم يعني ليش يعني إحنا يعني ما الذي سيأتي حتى نتنور أكثر؟ بس أريد أفهم هذا. النيت ما نورنا، الكهرباء ما نورتنا، الفلسفة ما نورتنا، الوصول للفضاء ما نورنا، شطر الذرة ما نورنا. شنو اللي راح ينورنا وننتمي إلى كأمة لائقة بهذا العصر؟ يعني متى يعني إحنا ما نشعر بالخجل أن هذا الموبايل وتلك مو مالتنا، ويومية هم يصنعون ويطلعون أجيال جديدة. يا أخي والله أشعر بالخجي. أنا من أعرف أنه أنا أنتمي لهذه الأمة؟ ما يصير يا أخوان، هي مو قضية مقولات ومذاهب وشعارات. إحنا نريد منجزات تساهم بالحضارة الحديثة. حضارة حديثة 99% منها هي ليست لنا، ما نعرف عنها شيء إحنا. وبعدين نجي الدين والعلم، وين هاي من جديد تريدون تدمرون؟ خلاص يكفي، تعذبنا عذاب لا نظير له. إحنا خلونا نكون صريحين ونضع النقاط على الحروف وخلاص. اللي يقبل بهذا يقبل، واللي ما يقبل يتفضل يعيش حياته بالظلام ومع السلامة. ولا أبو ميسيو دام هذا خزع المجيد الثاني راكي. هذا هو سوفون لو سيت هنا في اللايف تاعك كوم ايتون ان ريفيرونس، يحكي على الحضاره السومريه، يحكي على لي زانسيان دي سيفيزاسيون. ايل سوبر بون خزع المجيد، ايل اكسيلون. مش كاش نضروا مع الاول، يا توجور انا بروتي هكذايا من الاخوان المسلمين اللي آه. تدير باللي الدين علم، ولا يقول لك علم الحديث سا سي سوبر شوري، ولا يقول لك العلماء. مام كلمه علماء سا لا با سونس. وين عالم انت؟ وين حفظت دي تيكست؟ حافظ دي تيكست عالم؟ اش بيه ربك ابوك شو عالم؟ عالم يديكوفر دي برانسيب نوفو. كاين واحد النقطه، اللي فهمتها من الفيديو هذا اللي كنا نسمعوا فيه، هو مثلا يعني الجزائر كانت مستعمرة وفلسطين راهي مستعمرة لحد الآن، والجزائر كانت مستعمرة كما كانت مستعمرة شحال من بلاد في الأفريق. الجزائر ما قالتش باللي هذو كفار وحنا مسلمين ونديروا حرب تاع دين. الجزائر جبدت علام تاع الجزائر وحررت بلادها على أساس راهي مستعمرة وخلاص. لو كان جات فلسطين بار اكزامبل قال هاد الناس جاو استعمرونا وحنا علامنا هاولي كورا ما دخلتهاش دين وكذا، بس كله كان دخلها دين تقول لك احنا يهود، احنا جويف، احنا ديننا قبل من دينكم في البلاد هذه، انتم راكم مسلمين وحنا كنا قبلكم، سافيدير احنا هما ولاد البلاد. الجزائر ما دخلتش نو اسرائيل على كريم الحمد على حطت الحماس بلادها لو رول تاع الحماس هو هذا احنا مسلمين. ياسين لو رول تاع الحماس هو هذا بالذات، يعني
faire un déplacement, une translation d'un combat national, une lutte nationale, même les juifs, il y a des juifs qui n'aiment pas Israël, ça existe, hein. Mais tu aurais pu, le Palestinien aurait pu être musulman, chrétien, ladini, chouyoui, etc. Le mohem, il a un art de la terre, il a un art de il se fixe le but. لو كان داروها لا فهمني لو كان داروا لو كان داروا هكذا لو كانت كان عندهم كيما نقولوا لوت ناسيونال يعني اوسونس يعني النضال يعني من اجل التحرير بدون لو طاجاج هذا تاع الدين لو كانوا نجحوا صافي لونطون لي زيزرايل كي كانوا سو بريسيون هي اللي قلتها ما يعني داكور معاك داكور معاك قلت كبر بلي حماس يعني اليوتيليتي تاعو هو هذه اليوتيليتي تاعو حماس انه يرجع المقاومه ولا يرجع كما نقولوا لا لوت بور بور افوار ان ايتا فلسطيني يرجعوا ديني دا طابع ديني بور لو ديسكريديت هذاك ما يسلكوش هكذاك لو كان نقول لك باريكزومبل الجزائر لو كان جات لو كان الثوره تاعها دخلوها في دين الذكر رانا مازلنا مستعمرين ورانا فمسلم ضد كما يقولوا له مسيحي متزاير ناضت دارت علام حاربت على علام حاربت على التراب وخلاص ما دخلتها لا في دين لا والو واستقلت كما استقل اي واحد مي هما الغلطه اللي داروها دخلوا باللي نتوما يهود وحنا مسلمين ويلا خرجوا منا هي نورمال ملوكان هما كانوا عندهم علام تاع فلسطين حاربوا على علام هذاك ولو كان الذكر راهم غالبين وسما مام يقول لهم نو حنا يهود وطيطيطيط يقولوا لهم نو حبيتوا تكونوا يهود مرحبا بكم عندنا حنايا دوله نستقبلوا المسيح واليهود وكاع الديانات مام تاع بتسجره مي كي دخلت في ديد في انا مسلم وانت يهودي ما يسلكوش يا تالي سي اون رومونت ليستوار على ليبوك il y avait le même problème l'équivalent à le problème palestinien qu'en Afrique du Sud le gouvernement d'apartheid où Nelson Mandela c'était la figure le leadership le leadership de la lutte hadia pour que gagne les qu'on a les mêmes droits mais qu'est-ce l'apartheid fait dès le moment l'Afrique du Sud a gagné gare la sympathie du monde entier la Sibérie à la pointe de l'Argentine ou la Chili. Le monde entier il défend à Nelson Mandela comme un héros ou la pression tatat à l'Afrique du Sud comme pas possible où les Israéliens étaient des alliés étaient le gouvernement d'apartheid à Djabba ils étaient alliés à un point incroyable alliés la technologie la finance la diplomatie la politique les Nations Unies ils étaient alliés on bat le gouvernement d'apartheid ce qui fait les Israéliens se sont retrouvés extrêmement isolés وسيتي يعني جات الانتفاضه من بعد ما نيلسون مانديلا الى كم خرج فيكتوريو طلعت الانتفاضه هذيك تاع الحجر دري صغار يتيريو بالحجر سيتي نيما سوبر فورت كي افرابي لوكسيدون يعني مورالمون لي باليستينيان غانيي سورتو لي تيران ومن بعد يتلاقاو اليهود يا ربك الدواهي الداهيه الكبير هذوما تاع اللي كانوا في اليبوك قعدوا قال لك يفون ريغليو المشكل هذا il faut qu'on crée un méchant barbare الناس قاعد تخافوا و حنا 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 فينونسيوا حنا نطلعوا حنا نعطيوا له سياج حنا ريغليوه une fois qu'il tla bien بعد on va dire aux gens regardez écoute le mot final regardez à qui on fait la guerre voilà هذه الحكايه et ils ont fait ça les israéliens ils ont même facilité les attentats à la bombe في لي بوس و تو سا مانيش نقول لك بلي حماس ما دارهمش دارهم حماس يعني بينيه يعني ماشي زعما سي دي زانفيلتري ولا كاين دي زانفيلتري في حماس بصح لا بلوبار بينيه خاطش الاسلام عامل هكذا يلو سافوما لي زيزرايليان كوناس الاسلام يعرفوا ميم لو جودايزم كي با تري لوان دي الاسلام يعني عقليه واحده عقليه خامجه دونك يل بوف تري بيان لي كومبروندر اي يل لي زون بوسي ا فير دي زاتونتا les caméras étaient prises, ils roulent le monde entier, ils ont tué des gens, ils ont tué ça, ils ont tué ça. Et c'était là, à partir de ce moment-là, la division, il y a eu une division, Ben Yasser Arafat, l'OLP ou le Hamas,
لو في كو كاين دان كوتي حماس حاكم كاع غزه والضفه الغربيه حاكمها نوتر نوتر اوتوريتي بوليتيك ils ont très très bien fait le travail les Israéliens. Ils ont divisé le leadership palestinien, ils l'ont diabolisé. C'est pas qu'ils l'ont diabolisé, c'est-à-dire ils ont mis en avant la composante islamiste تاع الشعب الفلسطيني ورجعوها دوميننت رجعوها شغل هي 99% تاع فلسطين. Et ça a fait oublier que l'OLP était multiculturel, يعني كانوا فيه كاع الناس بلي كي تي لايك بلي كي il y avait beaucoup de chrétiens qui faisaient un travail admirable في les universités américaines كيما ادوار سعيد qui avait un travail énorme تندار pour la cause palestinienne. Ils ont tout effacé les Israéliens بغير بحماس. حماس est très précieux. حماس لو كان يموت لو كان supposons حماس يقول خلاص c'est bon Israël elle va tout faire pour le ressusciter. Il est très important حماس. Et même il a غزة راحت, vous allez voir qu'il y aura toujours un mouvement islamiste qui aura l'air de كيش يقولوا de يدير انجازات. Par exemple il يطلق 5000 missiles. Mais quand on met le titre les médias, on a l'impression que ces gens-là sont très bien organisés, qu'ils sont capables de faire mal à Israël. Et c'est très important de montrer ce côté-là, qu'Israël est vulnérable et que ce n'est pas l'armée la plus puissante. Mais je ne sais pas, mais Israël est super puissant. C'est pas n'importe quel يا الخاوه غير ما تلعبوهاش هذاك البلاد هذيك certainement qu'ils ont des technologies même américaines ما عندو c'est très possible يعني je serais pas surpris mais je نقول بلي كي عندهم بزاف حفايس ماشي كيما الامريكان بالك عندهم حاجه ولا زوج ولا que même les américains n'ont pas هذه هي les israéliens sont très forts parce que الشعب تاع عقل تاع العقل ما كاش اللعب ما كي هذاك البلاد هذاك يخدم يتخابي يبوس يفوالا رياليتي تيل كالي با تيل كيل فودغي كيل سوا ما عندوش احلام ما عندوش ايديولوجي في التسيير عنده لا راسيوناليتي في كل حاجه يديرها فوالا ميلو كان نقول لك والله لو كان ماشي لي بالستيني حشوا روحهم ما يقدروا يتغلبوا عادي كاع لا غالب دخلوها كشغل معركة دينية وتخلطت عليهم على خاطش علاه لو كي رجعوها دين اليهود راهم قبلهم في التيرة هذيك راهم يقولوا تاعنا مي لو كان لي باليستينيان داروها تاع يا ودي حنايا نحاربوا على العلام والسلام عليكم من بعد كي نحطوا علامنا اللي حب اليهودي مرحبا والمسيح مرحبا والمسلم مرحبا كيما دارت الجزائر انا نقول لك لو كان دخلتها ثوره تاع دين وكذا يا ما دير فيها والو حربت على الاعلام ونحت علم فرنسا ودارت علم الجزائر والسلام عليكم مي فلسطين شربكتها على روحها هذا ما كان لا طريفور لا يديك لا يجيبك كاين إرادة وكاين وهذا هو أبري ما لبالي شاب بالك راني غلط نو ما راكش غلط جيلو رقد أنا أقول لك جيلو حبي لك يديني مقبل هكذاك بوريان زعما يا ياسين سلام صح ما نجملكش ما والله ما قدر لك انت قلت له على حتى حلت القاعده وكذا قال لي ريح يا ريح جيلو جينيرال عباك ينفضك عباك ينفض جيلو من تما قدر جزت له كش ما سحرت له ولا سحرته انه هي بالعربيه قبيله طلعت وقلت له بلي انا كنت هكذا وهكذا من بعد كرهت كلش وراني طالق هاترولي هكذا قال لي لما تلاقيش تهديدات وكذا هضرت هضره قد ومن بعد قلت له معليش قلت له مام راني قابل ما نموت شهيد
ما تغلطش برك باسكو على بالك اون جينيرال جيلو على بالي عندك كيفاش يرفضك والله كيفاش والله ما تشوف والو تشوف غير الاخبار جيلو راح يتعشى بالك طب جا انا نسمعك جيلو واقيلا ايل تون اكوزي جيلو قالوا بلي رقدت قالوا بلي رقدت ما رقد ما والو راح ضرب في ناس يا جيلو ديجا ولا نرقد ولا نرقد انا في لايف اعرفوا بلي الله كاين دونك امبوسيبل ان الشيطان لا ينام هذا خطأ ياسر اقول سطا يقول لك جيلو راح ضرب في الفول مفور بزيت الزيتون جيلو يبقى الثلث الاخير من الليل ويعدي هكذاك ثم يدعي هو الثلث الاخير من الليل لازم يجوز عليه يهبط يهبط بلاغري سيجي انتريسون اللي كنتو تهضروا عليه بالعربيه شرط قهوه حليب بدي بيسكوي هكذايا مربين بارمي بكراميل وعفسه هكذا ستين بليزير ودوك راني مع القهوة كيلو أنا كيلو بصح بصح جيلو صحتك دونك جبت حلوة كاين زوج مخدومين بلا جيلاتين تاع الحلو واحدة بارفان استنى برك واحدة بارفان ما على باليش فريز ولا الأخرى الأخرى ما على باليش سوريز ولا ما ينفع حلو أسمع الحلو صادق سمعت بها بالليك لافاني كاين دو تيب دو فاني كاين ليكسي دو فاني ناتورال وكاين لافاني هذيك لا بلو ريبوندو اللي فات افيك لا نوس تاع الكاستور اسكو اسكو تي كونفير سي با ابارامون وي ابارامون مي سان مش شوك با سان شوك با باسكو نورمال المسك المسك وشنو هو المسك ايه حقا المسك المسك وشنو هو سي لا غلوند واقيلا سي اون غلوند انال تاع لو مسك تاع واحد مخدوم كيما شغل انتيلوب هكذاك ينحيلو لاكلوندانال تاعو العنبر واشن هو العنبر سي غيزين لا لا سي لقيا نال سي لقيا تاع لا بالان لا سي لقيا تاع لا بالان قول والله حوس عليها ايه سي حنايا برك اللي عندنا دي ريبونيونس كهكذا شغل لا ناتور سو فو كومبليتمون تمسخر بينا لا ناتور لا غلوند انال هذيك تاع الغزاله تاع لونتيلوب سي في بوغ اتيري لو مال سي سا ياك بروبابلمون سي لو مال كي فا اتيري لي فيمال جو سي با مي يسبو مي لازم نشوف اسكو سي لو مال ولا لا فيمال لو روج هذا اللي تشوفو الياورت كي تاكل الياورت هذاك خوخي ولا تاكل سي الناسك عندهم كولورون روج سي لا كوشني سي لا كوشني سي دي زانت كونيكراز ايه كونيكراز اي تو سا وي هادو سي با ان بروبليم انا ناكلهم يا كان بروبليم هذوك لي زانسكت كي قالوا سي دي جو دو بيتراف من هذيك حشيه ماشي يرقدونا بالك بكري ولا سور سيغتان برودوي هكذا مي جينيرالمون سي لا كوشني سي موان شير اي تو سا كاين يربيوهم كاين دي تريز يوتيليزي لا كوشني اي تريز يوتيليزي في لاليمونتاسيون في لاليمونتير لا كوشني سي لان دي انسكت لي بلوز يوتيليزي اون لو تروف بارتو براتيكمون بلاك سبارو بلاك سبارو ازول بلاك السلام عليكم وعليكم اتوم اتوم ما شفتوش اتوم هذا وين شفتو اسنا 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 فريوا مع بلاك بارون بعد روحوا لاتوم هاي راح ما دارش الفابي يجيلو ما دارش الفابي هاي خلاص نعم قرميه طلعتك مش انا طلعتك على بها ما شفتكش قرميه اللي طلعتك هذا وين بعد طريقه ثاني طلعت اتوم قبل بيستون ما عندي انا صحيت قرميه انا جي جوست ان بتي بوا كنت تهضروا على اسرائيل كونفلي اسرائيلي وفلسطيني حبيت برك نقول لسليمان برافو الى تو كومبري على بالكم نهار تولي فلسطين صح دوله على بالكم وقتاش نهار يفهموا بلي لو كونفلي الي دوردر كولونيال اي با ريليجيو لي بوليتيك اكزاكتومون العرب اليوم هم فاهمين باللي المشكل ديني الى كوميونيتي انترناسيونال
elle a compris que le mouchkil est dini. Alors que non. Justement, aujourd'hui, la preuve, le seul allié, vraiment allié de la cause palestinienne, c'est l'Afrique du Sud. Mais chez Saoudia, mais chez le Jazair, mais chez Aïdoula. C'est l'Afrique du Sud qui a compris, qui a vécu. Ils ont organisé avec le tribunal, ce qui était, exactement. Qui est une action super courageuse. Personne ne pourrait le faire. Mais au Madaro. Et c'est parce exactement. Que c'est lié à l'histoire de ce pays qui a lutté pour qu'il avance. C'était un pays qui considérait les Noirs comme étant des sous-citoyens. Ou dans le cas où il y a un pays qui considère le Nasga kif kif, c'est déjà quelque chose. Ou donc, Ando a dit que la mémoire, effectivement, Ando la mémoire a dit que ça le répugne. Un système, yani, les Hgarnas, ou là, qui ne reconnaît pas le droit des gens à avoir un État ou à avoir des droits. Soit avec un État, soit avec des droits. Je suis traîné dans un camp de concentration, ou là, traîné dans une zone où je suis sous-citoyen, ou là, mandi je rokokima à l'Ukraine. C'est pas possible. Donc, effectivement, ils sont super fragiles là-dessus. Les Israéliens ont une fragilité halouf, intrinsèque. Comment ils ont pu la contourner? En rendant le conflit religieux. Tac, tout le strigla. Je suis d'accord, Marc. Oui, c'est ça. Justement, aujourd'hui, Israël, il a besoin du Hamas. C'est sa création. Israël. Il faut qu'il c'est sa création. C'est sa création. Exactement. Il faut qu'il maintienne, parce que le Hamas, contrairement à le fait qu'on accuse qu'il a collaboré, mais le fait, il est d'accord pour les deux États, la solution à deux États. Mais le Hamas, ça sert l'idée d'Israël de toujours reconquérir sa terre promise. Le Hamas, il est pour un seul État palestinien. Donc Israël, ça n'arrange pas la solution du Fatah, malgré qu'il collabore avec lui, il lui livre tous les combattants de la Cisjordanie, il s'en fout. Mais Israël, il veut que Hamas existe. C'est pour ça? Ouais. Ok, merci. Ouais, juste s'il te plaît, Gilo, je vais parler vas-y. De ce temps. Vas-y. Ouais, Satan, pour moi, Satan, c'est l'abeille. Maya, l'abeille. Ouais, c'est Maya, l'abeille. C'est tu sais, ben, Satan, je te considère beaucoup, je te respecte beaucoup parce que tu butines d'un live à un live. Tu es vraiment le plus démocrate sur Terre. Très belle image. Franchement, sincèrement, belle image. Il butine partout. Et en plus... Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il est avec Gilo, il est dans d'autres lives. Ma'andouche Louis Sayer Salon. Satan, pardon. Okay. Sincèrement, je te respecte beaucoup pour ça. Tu es partout et tu nous illumines. En tout cas, merci. Non, mais ça ne sert à rien d'avoir des ennemis. Hein. Moi, je préférais avoir des amis. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours... c'est pas toujours le cas, mais bon, moi quand qu'il chauffe une personne, bon, tout le monde a ses défauts, hein. Il y a personne qui n'a ses défauts. Donc des personnes sans défaut, راح تقعد وحدك انا نقولها لك ولا ما على باليش انايا tu vas entrer dans des conflits. Tout le monde a il me cache واحد ما عندوش. Donc voilà, après ça dépend pourquoi, voilà, qu'il y a une, la vie quotidienne, qu'il y a une, ouais. Sur les réseaux, qu'il y a une, le travail, qu'il y a une femme, c'est comme ça. Je le pense sérieusement. حبيت نقرا لكم ان ارتيكل تاع شارل اندرلان هذا الارتيكل هذايا خرج في لو موند شارل اندرلان جورناليست في لو موند اي سي ان جويف فرونسي دونك اسرائيلي aussi hein, qui a fait un article en 2006
في جورنال لو موند. اسمعوا بيان واش يقول. سي ان دونك على بالك يروح لاسرائيل اي لي تيكست تاعو لي سوجي تاعو في لو موند سي اسرائيل سكي اوتور. اسمعوا بيان. Déjà en 1976, les dirigeants israéliens ne parvenaient pas à appréhender la réalité. Shimon Peres était à l'époque ministre de la Défense du premier gouvernement Rabin. Espérant une victoire des candidats pro-jordaniens, il avait permis la tenue le 12 avril d'élections municipales en Cisjordanie. Là, le calcul s'était avéré faux. Les électeurs avaient massivement voté en faveur de l'OLP et de la gauche palestinienne laïque. Laïque. Les Palestiniens prenaient la laïcité en 1976. Ils prenaient la laïcité. Quelques jours plus tard, pour favoriser l'émergence d'une nouvelle force politique à Gaza, l'administration militaire israélienne avait approuvé la création, écoutez bien, d'une association islamique. Une association islamique approuvée par Israël. Où est-ce que c'est ? Le but de la haute, non ? Le but déclaré était la diffusion de la religion musulmane par des activités culturelles et sportives. Voilà la thaqafa de l'islam. ابن ترمية أبو هريرة الهرار قتل انكح وراي ثقافة كاش ثقافة في الإسلام اي سبورتيف هاو خرج واحد قال لك الفوتبول حرام نتاع في الجزائر هاك في الإسلام في ديننا تشوفوا المباراة وتشوفوا رجال عورة وداروا لنا ذوك النساء لابسين شورت قال لك هذا حرام لازم تحبسوا إسرائيل أبروفي سيت أورغانيزاسيون سيت أسوسياسيون إسلاميك. Le chef spirituel de ce mouvement lié aux frères musulmans était un cheikh infirme, Ahmed Yassin. Il était le favori des gouverneurs militaires israéliens. C'était le favori. Al-Qaeda. إسرائيل، إسرائيل، كي ديسيد. Il était le favori des gouverneurs militaires qui régulièrement venaient lui rendre visite. يعرفكم الشيخ ياسين. كانوا يجيوه ويجيبوا له القاطو ويقولوا شالوم ويقولوا شالوم شالوم شالوم. يعرفكم. شتو السياسة؟ شتو لا بوليتيك؟ ماكم فاهمين فيها والو. قعروكم دينا رب الدين هذا رحتوا في كيد زيت. Il était le favori donc des gouverneurs militaires qui régulièrement venaient lui rendre visite. Les généraux expliquaient, واش قالوا لي généraux, واش قالوا له الأندلنا هذا, واش قالوا له, اسمعوا bien واش قالوا له. Il est préférable que les Palestiniens prient et ne s'occupent pas de politique. C'est extraordinaire quand même. قال لك لازم الشعب الفلسطيني يصلي تقي ربو ما يديرش السياسة كما داروه المسيح. الفلسطينيين اللي يقتلوه قتلوه اللي حاوزوه حاوزوه شفتوا المشكل رجع ديني اذا رجع ديني شكون يتحكم فيه كاش واحد يعرف الدين خير من اليهودي تعال ربك ولا تهبط واش بيك موسى 132 فوا ولا في القران محمد اربع خطرات كما قال لك ساطون هو والخنزير اربعة شو هذيك الاعجاز في القران الخنزير ومحمد سيتي كاتفا في القرآن إعجاز موسى يهودي 132 فوا ولا ما يشعب شحال Il est préférable que les Palestiniens prient et ne s'occupent pas de politique. L'arrivée au pouvoir du Likoud ne changera pas cette attitude bienveillante d'Israël envers la confrérie. En 1981, après l'assassinat d'Anwar al-Sadat, les autorités égyptiennes ont expulsé des dizaines d'étudiants islamistes palestiniens. Ariel Sharon, ministre de la Défense, a autorisé à revenir à s'installer à Gaza. Mais elle me fait Non, mais c'est toujours l'Égypte qui est le marde. Elle est toujours Masr qui est le marde. Mais elle les a foutus dehors. Elle les a foutus dehors quand même.
وإسرائيل قبلتهم قبلتهم يا ربك. إسرائيل هي اللي تمشي في القنابل والإرهاب هذا. Donc l'année suivante, Israël donne le feu vert et affirme certains une contribution matérielle. كان يعطيوهم في السلاح. إسرائيل تمد سلاح الحماس. هذا يهودي اللي يهضر. جورناليست في لو موند مسيو. ماشي جورناليست في كاش لوفي. لو موند. لو موند. يقراو في لو موند اونتي. جيلو شارل اندرلان كان ريبورتر سبيسيال اسرائيل بور فرانس دو انتان دو على ليبوك كان يهضر اون ديريكت من اسرائيل وكان ان سيتان مومون اي تي برو باليستينيان في الهضره تاعو وان سيتان مومون قربع شغل قالوا له ما زيدش تهضر باسكو اي لي تالي ترو لوان جوست بور جوست بور انيكدوت alors l'année suivante Israël donne le feu vert et affirme certains une contribution matérielle à la construction de l'immeuble de l'association islamique dont les membres vont régulièrement saccager les bureaux du Croissant Rouge palestinien dirigé par Haïdar Abdel-Shafi, porte proche du Parti communiste et de l'OLP. La bienveillance israélienne ira jusqu'à juguler l'opposition aux islamistes. Les étudiants qui osent leur porter la contradiction au cours de débats publics se retrouvent derrière les barreaux. Ils sont dirigés à Gaza par Mohamed Dahlan, futur patron de la sécurité préventive de l'autorité autonome. À l'époque, il était le chef à Gaza de la Shehiba, le mouvement de jeunesse du Fatah, et sera arrêté à 11 reprises. Son homologue en Cisjordanie est Marwan Barghouti, étudiant à l'université de Be'er Zeit, lui aussi effectue des séjours réguliers dans les prisons israéliennes. En 1984, les services de sécurité israéliens ont une mauvaise surprise. Les islamistes ne sont pas d'innocents religieux. Au cours d'une perquisition chez Ahmed Yassine, ils découvrent des dizaines de fusils d'assaut. Le cheikh est passé à l'étape suivante de son projet secret, la constitution de cellules militaires. Il est condamné à 13 ans de prison, mais retrouve la liberté en mai 1985 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Israël et l'organisation palestinienne d'Ahmed Jibril. L'accord avait été négocié par Ishaq Rabin, alors ministre de la Défense. En décembre 1987, éclate la première intifada. Les dirigeants israéliens estiment que l'OLP pourrait retirer des gains politiques du soulèvement et la priorité dans la répression va au démantèlement des comités populaires du Fatah. Barghouti et Dahlan, considérés comme de dangereux agitateurs, sont expulsés en Jordanie. À Gaza, le cheikh Yassine a mis sur pied le Hamas, auquel les militaires israéliens ne prêtent d'abord pas attention. Il ne sera pas arrêté. Il ne sera arrêté que l'année suivante, après l'assassinat d'un soldat enlevé par le commandant Azdin al-Qassam, la branche armée du Hamas, qui ne comptait à l'époque que quelques dizaines de combattants. Il faudra attendre 1993 pour qu'Israël change de politique et accorde la préférence au Fatah. En signant les accords d'Oslo, l'organisation de Yasser Arafat prend le contrôle à tous les niveaux de l'administration autonome en Cisjordanie et à Gaza. Des responsables venus de Tunis s'installent au poste clé, distribuent à leurs proches fonctions et sociétés économiques. Un maquillage. Ah, Adakhoy, Adouli Dami, Nartelo, Artelo, Monsmartelo, Adouli Palestinien. الفلسطينيين اللي كانوا عايشين في تونس وفريق لابلاساس خالصين بار الجوفرنمون التونيزي كيما اللي كانوا في الجزائر اللي راهم في الجزائر درك هذه ما يمدش دورو لغزة والجزائري الفرفاره تدخل له هكذايا ويمد لابي تاعو لغزة وهي راح وين راحت راحت لإسرائيل دونك فوالا لو حماس كي سوبوز ا توت نيغوسياسيون افيك إسرائيل ديسيد دو تورپيي لو بروسيسوس دو بي بار ديز اتنتا سويسيد anti-israéliens particulièrement meurtriers en 1995 et 1996. Ces attaques ont une double conséquence. L'opinion publique israélienne bascule et élit Benjamin Netanyahu, le candidat Likoud, principal opposant aux accords d'Oslo. Alors que l'armée israélienne durcit le bouclage de la Cisjordanie et de Gaza. Pour le Palestinien moyen, l'arrivée au pouvoir du Fatah se traduit donc par de longues files d'attente au barrage, pendant que les nobles du cru se distribuent les bénéfices d'une gestion opaque et que les Israéliens renforcent leurs cotisations. Amen. Yasser Arafat, ملايير اللي هنايا داتهم مرتو التونسية هذيك. بعد جاو اللي طروا هذوك تاع
فتح نيغوسيو معها وين؟ في لوتيل كريون يا ربك لوتيل لو بلو شير اون اوروب. وين كان يجي مايكل جاكسون لي بريزيدون يجيو لوتيل هذا بلاص لا كونكورد. هي كانت نيغوسي قالوا لها عطينا التشيب عطينا الباي. قالت لهم نعطيكم الشعر ومن بعد تفاهموا. عطات لهم ديميات هكذايا داو الدراهم. والشعب الفلسطيني دا الشعر alors la popularité du Hamas s'accroît d'autant plus rapidement qu'en 1997 après une monumentale bavure du Mossad en Jordanie, Benjamin Netanyahu remet en liberté le Cheikh Yassine. Aoudjana Aoudjana Amja Asma contestéo. Wesh qal lek? Akthar fi des informations graves tiro. اه اه دوك دوك يروح بون بون غادي يجي يرجع هضر هضر بالك لو اش ا ام ا اس سي تان كيفاش في عفسه تقدر تقول نو سي با سا سي دي سينيالمون سي دي سينيالمون ماشي تيك توك لا كوميونيتي لا كوميونيتي دوك الغلط يقول لك اه vous avez enfreint les consignes communautaires voilà émis le 20 octobre 2024 à 4h54. Voilà. Purée. Like, like, je suis 46 000 يا ربكم. تفضلوا تفضلوا اللي يحب يهضر. اه توم اهلا. مساء الخير جيلو. مساء النور. طبعا انا اللي قلقني بزاف هاد الحكايه تاع دوبي سكي سي باسي لاني باسي دونك دوبي اون اني ديجا سي في الجزائر لو باراليل اللي صرا بين سي لي زوفيسيال اللي قالوها لو باراليل اللي ولا يصرا بين لا ريفولوسيون جايه دونك اللي دارها لا فلان مع هاد الاورغانيزاسيون هادي اللي لي تيري دي روكات هكذا سور دي سيفيل هكذا بطريقة عشوائية. سا سي فريمون انكيتون. يعني الجزائر اللي كانت تحتضن لو ال بي اكسيتيرا الي بور لا سوليسيون ا دو زيتا الفوا بلي كان موفمون هكذا راه رايح للسويسيد ومخدوم هذا الموفمون هذا باين بلي مخدوم يعني انا جو كومبرون با يعني اونتر نو تيكزيكوتي هكذا ريسان هكذايا رابيدمون اوك اون فاسون رابيد تري رابيد الريسان كاع ميطيرو من ليرون ليبون قدر يعطي في القطر سا سا دوموند يعني لونغ بريباراسيون ماشي تاع لا دانيال مينوت جو دير لاخر يرومبلاسي هينيا من بعد تاب يتقطع راسو سا سا سورغانيز با لا دانيال مينوت حاجة كيما هادي سي بيان 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 بلانيفي بيان بريباري باينة. Donc je comprends pas. Hadi Koulou, il était l'organisateur, il était le cerveau tel où sera l'ami fait, hein, le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, Blik, qui n'est pas manipulé? Blik, le 7 octobre, M. Mkhdoum. Puisqu'il le contrôle entièrement, Hadi Dada. Qu'est-ce qu'il nous dit? Blik, M. Mkhdoum. Qu'est-ce qu'il nous dit, Blik, le Jazir, Hadi Matron Chalaydoum? Hadi Hilala, Hadi Ga, Blik, Hadi Arbado Maga, Bzansiya. Ils veulent tous élaborer un nouveau monde مع Israël, américain, sur le dos de هذا le petit peuple هذا اللي راه sacrifie بهذا il sacrifie pas bon dans le fond il sacrifie mais c'est l'exemple تاعهم petite de واحد البلاد صغيره هذايا dominaها l'islam politique انا pour moi le Gaza sur le c'est une un truc miniature هكذا تاع ce qui se passe gars في هذا هاد لو فاست اتوندو هذا تاع لو موند مسلمان باسكو لو كان خلاو لوتر بارتي تاع لو موند مسلمان كيما غازا هكذايا بالعاني يفوطيو على ان بارتي اسلاميست اي اوكين اوتر شونس بهذاك لو بوبل لو كان لي بي مسلمان كاع فوطاو على دي اسلاميست كيما حماس على بالنا بها دونك انا نشوفو فريمون كيفاش هاد
هاد الايديولوجي هذه الاسلاميست هذه فاشله فاشله بزاف مي في لا فيكتيميزاسيون اي سون تري فور هما شاك فوا يموتوا شهداء ومات في حل انا بور مو ماشي في حل واحد يدير ديكات كيما هادوما اي لي زونفون هادوك ميتنون انا بديت ندور في راي اي سون ريسبونسابل هما سون ريسبونسابل تعرف روحك ماكش قادر عارف روحك ماكش قادر تو ساكريفي ان بيبل ماشي غير دراري لي ساكريفيتهم ساكريفيت بيبل دوكا عارف روحك انت بلي مخدوم كاع اصلا 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 ما عندك اوكين شونس مي واش غالب في راسك غالب في راسك ليديولوجي سويسيدار اللي توتالمون سويسيدار صافدير هاد ليديولوجي اللي تخليك ميمي لا راك خاسر وراح تزيد تخسر وراح تزيد تدي الدق وراح تزيد تدي الدق والناس كاع يديروا صفقات على ظهرك جو دير سي با بارازار لي العربي السعودي تيديكلاري بلي كاو قريب من منديل مع اسرائيل ومن بعد طب يا هاد لو كو هذا كيف صافدير صافدير اللي كيديروا ناس بالهداك وخلاص انا ليت في اليد دوكا سي بون سكي اسرائيل سكي فال سي كلير ايل فال دابور كو تو لو موند لي ريكونيس à partir du moment où tout le monde les reconnaît, une petite Palestine elle peut exister. D'ailleurs, le prince ou l'héritier saoudien, à partir du moment où la, il y a un État palestinien, eh ben, je vais reconnaître Israël. C'est ma classe. Classe. Il peut exister un petit État palestinien, mais qu'il y a ni Jérusalem, ni le Klach, ni rien du tout. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, c'est bon, classe. تريقلات القضية كاع مي في الجزائر سي كراف كيفاش صرا لو باراليل بين ليستوار تاعنا و ليستوار تاع هاد لورغانيزاسيون سي تري كراف يعني دي زوفيسيال ما كان لها نقول شكون الفوق 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 يقول لك حنا كنا هكذا حنا تاني كحاربنا على جال الحرية تاعنا سي تري كراف سي تري كراف حنا ما كناش قادرين نديرو هكذا دي روكات هكذا ما كناش قاع نديرو دي روكات هكذا على على فرنسا ولا جامي هكذا الزهر هكذا تيري عليه نو سي تري ستوبيد سا توا هنا كان عندهم نظرة هكذا على بالو بلي غدوا راح يهضر في الوينو راح يقابل الناس دي بي فون تي غوكونيتخ صعيبة شوية من بعد غدوا يشوفوا كي تيري هكذا على الزهر راك تيري برك والاخرين يكبروها ونتيري برك هي ما قاست حتى بنادم بصح في لي ميديا شون كوم سي قتلت كاع لو بوبل الاسرائيليان Et c'est toujours la même histoire. Les chevaux sont dames qui ont été les discours du Rouen avec des zinqa, avec des phrases qui ont été les zinqa. Et jusqu'à quand, yani, had la ibadah de maïqa, ou des stupides. Mais non, mais j'ai mon échoum. On est tout, Dzaïr, Dzaïr. Dzaïr, qui veut le haqqit l'had d'arraja, had yata. T'as l'ak chayif, blik, gherou ma l'hani ghamzou. On t'a m'hat ghamzou, walou. Ma l'ak t'a ghamzou, walou, on t'a. Am gherou ma l'hani ghamzou. عم يديروا في زافير تما بيناتهم يا كونفلي قد سخط ناس يتنيغوسي بالك في تايوان تما على ظهر هادوما ما على بالناش وانت يا واش راك دير تجوز لي فواحد رئيس الكرامه حزب الكرامه في التلفزيون ورانا تما وعندنا رجال تما مي يا كو سو ديسكور في الجزائر فرانشمون يا كو سو ديسكور لا يعني دوك احنا حنزيدو نطيحو اكثر يعني في لا فيكتيميزاسيون اللي يحبوا يلعبوا فيها بزاف لي اسلاميست أو مات شهيد ومات القدام ومات ستوبيد مات ستوبيد مات ستوبيد فون دير يعني خاسر طول عرض يعني هاد البابل تاعك هذا خاسر طول عرض ما تقوليش تو لسي دي تريك دو برافور ولا سي ستوبيد سكو تو افي انا جتروف انا نقول لك انا نعاود الموتى هذه تاع لي سيفيل هذه ال ني با جوست لا ريسبونسابيلتي تاع اسرائيل فو اتر دو موفيز فوا باش تقول بلي هي لا ريسبونسابيلتي تاع اسرائيل وحده نو بيان سور نو سي لا ريسبونسابيلتي تاع واسمو تاع لي دو هما وهادو ثاني اللي راهم يتخباو لتحت ويخليو لي سيفيل يموتوا الفوق فهمت الوغ كو نورمالمون سي لي سيفيل اللي تخبي لتحت على بالي بلي 2 مليون ما تقدرش تديرهم كاع ثم مي تو سوف اللي تقدر تسوفيه ديرهم ثم لتحت اما اذا انت تروح تشوف غير شغل استراتيجي ميليتير ولي سيفيل تاعك تو تنفو داير قالوها قالوا لك بلي انا ماشي لا ريسبونسابيلتي تاعي قالوها
بلي ماشي لا ريسبونسابيلتي تاعهم الشعب هذا. الوغ واش يصرى؟ هادو كاع اللي يصفقوا الحماس اليوم، هادو كاع اللي يصفقوا الحماس اليوم غدوه هما اللي رايحين يطيحوا عليهم، يقول لك شوف جابوا غير الخساره، جابوا غير واسمو بالك توجور هكذا تمشى الحاله. فهمت؟ في تادير هادو درك اليوم اللي يصفقوا الحماس هادوك هما اللي راهم رايحين يدوروا عليهم غدوه. وانا نقول لك انا شبه تخونات، انا شو با هيبوكريت، جو نيو كان انتيغي تربح حماس، غاضوني لي سيفيل يغيضوني لي سيفيل، واللي راه يصرى سي انوما سي اون هونت بور لومانيتي. مي يا خويا جو ن فودغي با يربح حماس، نو نو انا جيمغي با كو حماس تربح، باسكو لو كان تربح حماس تهردت على ربنا، سي تيرميني، تهردت على ربنا. سي تادير لي زيسلاميست هادو لي فرير مسلمان وكلش يطلعوا بارتو دون الموند، يطلعوا بارتو سورتو في لي بيي هادو راهين يطلعوا هما الاولين، باسكو يقول لك ها ما قدرناش نتحروا الا بكلمه الله، الا بوسمو، الا بالرجوع الى السنه، ولا ما على باليش واش يجبد لك باش يقول لك ها دونك لازم كاع ندير. وتروح تشوفهم بعد دي كو ديتا بارتو، tu vas trouver des coups d'état partout, les islamistes يطلعوا دي ريفولت دي ماشين. نو جو ني اوكان انتيري انايا يربحوا حماس لي سيفيل، يا بيرسون لي كي دوي، ما على باليش واحد دوي دو نونس دومانيتي يقول لك بلي واش راهو يصرى حاجه مليحه ولا يستشفى ولا واسمو، هذه سي كليرينات. مي يا خويا انايا حماس انا نتمنى يخسروا بيان سور. اوكي علي تشيكو تفضل. سالو صافا عسلامة صافا دي غيبة صحة جماعة صافا لكم لاباس صافا. بون حكاية كبيرة دخلنا فيها المعمعة هذه، راهي السنة والشيعة دوكا الكل الإسلاميين دوكا أي عفسة راك تجريها يقول لك السنة راه الشيعة والحرب منا شكون عبد الناصر. قلت له قلنا لهم بلي حنايا ماناش معاكم كاع، ما تدخلوناش في هذه المعمعه، لان هذا هو راهو البيت تاعهم، او البيت تاعهم راهو يدير لك هذا الدين ومن بعدك رامي يلعبوا بيك عن طريق الاقليه، ثاني راهي الشيعه راهي السنه، ومن بعدك هكذا راك تدخل روحك انت في هذا، راك تناصر هذا، ومن بعدك راه كدي في لي لخت بغره وخسر هذا ولا ربع الاخر. بون كل هذه الامور ما تعنيناش حنايا بصح، وعلاش يدخلونا فيها؟ بون هذه هي. وزيد نقول لك بون الحرب هذه انا يا وش شكيت، نظن باللي هاد الاخرى شرق الاوسط هذا يا صاحبي راه احتريح فيه واحد الخلافات يعني بزاف بزاف وشام يتكمل. بون هذه هي تخشي ما كاش حل لخلقت واحد تاريخيا، وهي راهي حرب ومن بعدك حرب، الحرب العالميه راهي الاولى من بعدك راه يدوزيه من بعدك، فهمني في السبعينات في الثمانينات في التسعينات يعني غير حروب حروب حروب. وزيد يعني وعلاش يدخلونا هنايا في الدين هذا للوهابيه بعد؟ بون هذه هي بون، حنايا ما كاش حاجه فهمني ولا لا ما تعنيناش عن هذه الحاجه بصح. واش شكا حد دير الاسلاميست اللي وعدنا هنايا داخل الجزائر راهو اللوبي فهمني، راهو مجدر. وزيد وشنو حللت عفسه بون، شفت كل القوانين اللي راهو ربحوها الاسلاميست هذوما من التسعينات وارواح، اي كانت قبلها راهم التفجيرات، ويا اما راهو يكون الشغب، ويا اما تكون عفسه. سما وشنو الخلاصة وشنو هي؟ ولا شفت الأعمال الإرهابية ولا الوحدة التفجيرات عند الجزائر، ولا يعني تعمل المدرسة راي يتحرقت، ولا أعرف باللي راح يجي يعني الوحدة القانون راهو معاهم القاعدة هذه. بون تخشي بون عندهم حاجة وشنو هي رام يبتزوا بها الدولة فهمني ولا لا كيفاش بون هادو ما رم التفجيرات ولا رم الشغبات، بس كان يشتا في واحد في 2004 2005 2000 2000
وقتاش وقتاش صارت هذيك 2011 نورمالمون 2011 بون الكل هادوما الكل التفجيرات جاوا قبل القوانين الاسلاميه هادوما راهي نحسب اللي هادوما راهم يبتزوا في هذه الدوله وهذه الدوله نشوف راهو الرئيس راهو يخرج لك وراهو يحلل فيهم فهمني او يقول لك وسيت لكم كل البنوك الاسلاميه ما حبيتوش تجوا هذاك وعلاش بصح وعلاش تخشي نحسب اللي راهو يبربر فيهم وعلاش ما يقضيش عليهم وخلاص هادوما علاش راهم دوكا راهم دخلوا لنا يعني راهي السنه راهي الشيعه فهمتني وراح يجوا لكل الائمه هادوما وراح يجوا لعند الجزائري وراح يقول له اسمع الواجب عليك الجهاد راك من اهل السنه الحل هنا كيفاش دوكا فهمتني وكاين بزاف ناس راح ينخرطوا فهمتني بال بون الدين هكذا بعدا كيجي لك واحد يقول لك بلي اوبليكاتوار تسيد العبسه يعني دخلنا في حاجه ما نخرجوش منها ما شكيت انا الكل الجزائري هذا راح يولي حر ولا بون هذه هي راهي تنقلنا وخلاص شكرا شيكو بيري تفضل افتح المايك بيري واجدون السلام عليكم اخوتي انا واش حبيت نقول لكم انا اسمحوا لي بالك نهضر العربيه مكسره معليش معليش فوالا نفهموا ميرسي فهو حنا اللي جايين واش ني قلنا خصنا النيف 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 واش نورو في واش نمدوا لبلادنا واش بلادنا تمدنا انا راني نمد لفرنسا مو جو باي نسمع انا راني خلصت الزامبو تخلص الوي تخلص كل شيء واش فرنسا تمد لي وانتم واش راكم تمدوا للجزائر واش الجزائر تمد لكم داكور سا سي اون سين بايير اون فا بالي دو لا باليستين او اسرائيل وهكا كون عمي تبون كون عمي تبون يفتح لنا لي فونتيير على بالك نروحو ندابزو حنايا برك نسيرو لهم برك البرج سطيف اون فيلا واش الفرونتيير واش الفرونتيير واش الفرونتيير كون يفتحون جيلو كون يفتحون لي كومون سابيل تي ميجيلمون تي ميجيلمون بيري تي ميجيلمون بيان سور فريغو بيان سور هل هل رسولك في الجهاد في سبيل الله راح دوموند لوتوريزاسيون مي تو سي اون اريف نو ريبون 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 اسكو رسولك نو ما كاينش نو الى با دون اي بارتي تل بوكو تو في با باري والحراق ثاني الحراق اسكو الحراق يل دوموند لوتوريزاسيون الحراق بس الحراق عشان راه يموت في 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 لا ميديتيراني ايه علاه يموت في لا ميديتيراني على جال لوروب وما يموتش في لا ميديتيراني على جال ربو تقولوا تهضروا على فلوس ديروش مديت لها نتايا واش تملك انت جاوبني نو جاوبني ما جان ما جاوبنيش جاوبني علاه جاوبني علاه الحراق يموت في توا تو ادوني اسمع ولا قفل وذنيك بالاخرى ما فهمتش ميرسي ميرسي بيري ميرسي ميرسي نعاود لك لا كيستيون لا كيستيون لا كيستيون سهله قلت لك باللي علاه يموتوا في البحر في سبيل اوروبا وما راهمش يموتوا في سبيل ربك هذا ولا في سبيل فلسطين ولا سميها كيما حبيت علاه يموتوا في سبيل اوروبا فهمونا برك وتقولوا فتحونا الحدود وفتحونا هذه الور كو الاوروب ما حلت لكمش الحدود وراكم تدخلوا ليهم نحكي لك خويا سمع علاه تكذب على روحك هذه هي علاش راك تكذب على روحك نحكي لك خويا نحكي لك ولا ما لا تحكي ما تحكيليش جاوبني على السؤال تاعي لا جاوبك جاوبك من لا فيريتي لا فيريتي تعرف كاين الناس اللي طلعوا من فرنسا عندهم 2 زون 3 زون 2 زون 3 زون ما عندهمش كاروسا ثم يزافي با اون فوتور يزافي ريان لابا طلعوا لهنايا لفرنسا انا نحكي لك على فرنسا باسكو جو في en France. نحكي لك على فرنسا طلعوا لفرنسا ان كوستيم ان كوستيم تشريه 50 يورو 50 يورو يسوى في الجزائر يسوى لك 400 راك اورسيجي فهمت ولا ما فهمتش بيري 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 ميرسي خويا ميرسي 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 تمك فهم فيها والو بيري راك اونتي مود شو هي على كل حال باش تكون تاع على بالك بيري بالك اسمع فيا انا كان جات ليا انا نكري لكم بابور نكري بابور مرنك على كل حال تسمى شغل هذاك البابور اللي نورمالمون مولاه يخمم اسكو يديمونطيه ولا يغرقوه في الباج ولا هذاك هو اللي نكري ونبعث ربكم كاع فلسطين بالفراشط غير الفراشط نقول ما هو السلاح تاعكم كي تلحقوا لتما ربي ربي
راح يرجع لكم الفراش تاعكم دي امساز بلي كارتوش ولي كارتوش ما يخلصوش. انا جو فو برومي بلي ربي راح يديرها بصح نبعتكم كاع فرشيطه فرشيطه ودو فو زالي ديباركي في غزه وتاو تقاوموا ماذا بيا انا كاع كيما انت كيما انت ويشبهوا لك كساسوا من الصيف ولا مع النابه ولا من بلاد قبائل ولا اللي يحب اللي عنده عقليتك يجي يطلع في البابور نبعتوكم ضربه واحده. اي امل 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 ما تهدرش هذا جاي فلاقي هذا هذو اللي بسدوا في مينا كاع كاع يديروا التصاور تاع مضمات ومنا باش يطلعوا ما يهدروش. حلونا الحدود حلونا حلونا الحدود رايحين نفريوها والله والله غدوة يتحلوا الحدود غير خلاص تفرى يا رب. مازال مازال يعني il s'y croit en fait هذا هو المشكل il s'y aucun raisonnement que les autres les croient c'est à la belle que Lucifer il parle de frontières نهار لي فرونتيير دو ماما شي اكزيستي وخلاص تما شوف هذا الاسرائيليان راه دوك في التليفون تاعك وفي الجزائر في لي زورديناتور تاعك ما عندوش فرونتيير هو هذه ماهوش فاهمينها كاع ماهوش فاهمينها صاريف با كومبروندر دون كيل ايبوك يليف اي المروك المروك استخدمت بيجازوس بيجازوس دخلوا بارتو من شكون دار بيجازوس اسرائيل ايماجين واش عندها اسرائيل وما راهيش تقول باسكو ما يقولولكش في الدومين في الدومين انفورماتيك في الدومين انفورماتيكا تروح تقرا زعما على لا سيكوريتي تو سكي سيكوريتي تو سكي سيكوريتي سي اسرائيل كلش هنا في كندا هنا لي بنك يديروا يديفلوبي ولا يجيبوا يشريوا ان لوجيسيال هكذا ومن بعد لونفلوب هكذا افيك لا سيكوريتي هوب اسرائيل لي بروتوكول دو سيكوريتي هادو لي بنك دراهم واش يمشي في الدنيا كاع اسرائيل سيو كي اون انفونتي سا لي بروتوكول اس اس ال الناس اللي قرات الانفورماتيك كاع تعرف هادشي لي زالغوريتم تاعهم هما هادوك لي كادن هادوك لي زوتوريتي دوتوتيفيكاسيون في الانترنت ربي كاين فوق وكاين اسرائيل تحت في الارض هكذا طون كي فيل با ريكونيتر سا ويرجعها دو مانيير ايديولوجيك ورجلها وسطيف وجلفه ونروحو لها راك اكوتي دو لا بلاك يا حبيبي تو اكوتي دو لا بلاك ما نبغيش نقاسك واي اسرائيل نسي با تعرف هذيك تاع بكري كي يروحوا زعما زوج يتضربوا هما ما هذا ما حبش يضرب هذا ما حبش يضرب وما حبينش اصلا يدخلوا في الـ في لاباغار ومن بعد يجي عندك يقول لك حكم لي فيستا تاعي حكم لي فيستا تاعي فهمت شغل غوتارد شويه حكمني رحم باباك ما نروحش باش نضرب فهمت هذيك هي اللي جابوها فهمت حكم لي الفيستا تاعي احكم تشوف واش ندير له قال لي واحد قال لك كويد هذا قال لك vous surestimez Israël non on ne surestime pas قلت لك روح اقرا شوف قال لي بروتوكول دي سيكوريتي روح في الانترنت في الانفورماتيك شوف شكون خلقهم روح اقراهم لي بروتوكول دي سيكوريتي راهم يمشوا بارتو في العالم تسمى الالمان هكذا كي يبعثوا دراهم تبزنس مع بونكا ولا من أستراليا لألمان روح شوف شكون خلق رب لي بروتوكول سيكوريتي شوف شوف رما حكتني وحدة وحدة الخطرة يا توم شفت وحدة وقيلة شوف تيك توك في لافواتور تهضر على واحد صاحبها سي سون بتي تامي ولا ما على باليش شغل تكريتيكيه ديريكتومون هكذا وبعد قالت واحد لافرز عجبتني مت بالضحك تقول هذاك يقول باللي حلونا الحدود نروحوا لفلسطين قال جالو لغدغ دابيل باش يروح يجوز للسيرفيس ناسيونال هرب يعني فهم درك انت يا هذو لغدغ دابيل باش يروح للسيرفيس ناسيونال في بلادو هرب فهمت هرب باش ما فهمت الديزيرتا ولا ما على باليش واش دار راح باش ما يدخلش يروح للكازيرنا وزعما يقول لو كان يحلوا لي الحدود نروح لواسمو بنت هكذا صغيرة واحد 18 عام 19 عام مت بالضحك باسكو سي تالمون ريبريزونتاتيف دو لا مونتاليتي هذا انا جي كيسيون ا بوزي باسكو من قبل السيد هذاك بيري قبل ما يطلع
قال بوركوا تو دي بلي كي لي مور دو مانيير ستوبيد. السلام عليكم. انا حبيت السلام. انا حبيت نفهم حاجه دركا هذا الريزلت تاع واش صرا كاع دوما سوبوزي كون ايتا فلسطينيا اسكو رانا شايفين بلي الجزائري غزاوي هذوك يكونوا يفون بارتي دان ايتا يكون عندهم دوله غزه ديما vous imaginez بلك غدوا عندهم دوله هذوما غزه وعندهم دوله تحترمهم ودكا supposons que Palestine تنوض ناد تايدر في لا سي جورداني une entité اسمها لا فلسطين vous imaginez بلك غزا va être accepté par la communauté internationale ومن بعد يقول لك علاش ستوبيد ماشي غير هو ستوبيد كاع الايديولوجي تاعهم تما ستوبيد ils ont été penser d'abord l'idéologie تاعهم قبل لا كوز تاعهم ils n'ont jamais changé وهاوليك علاش اسرائيل تحب ان يلمي كيما هذاك صاجين السلام عليكم ما يتغيرش ما يتبدلش ما يقدرش يغير نظره تاعو ما يتاقلمش والو سلام تفضل يزيد فضلك خويا يا مرجعوا لنا السلام بونجور فوالا اهلا اهلا الله يسلمك علاش تلوموا لي جون لي جون سي با لوغ فوت مو جو بونس سي با لوغ فوت شكون اللي يلوم لي جون شكون اللي يلوم كان واحد الاخ دوك هضر حنا نهضروا على لا سيتوياسيون واش كاين وتخمام جينيرال نتاع وي سي سي بور ريبوند ايه محسوب لي جون هادو تحلوا الحدود و تو سي با لوغ فوت سي فولو تو سا تو سا سي فولو سا سي مون افي كبرنا ديجا هكذا من لي زاني 70 وهي هكذا سي فري او با ما في لي زيكو تراوها لنا فلسطين توريا ولاو عليها لي شونتور يا جون لي جون هادو ما نخلوهم كيما راهم هكذا يا شغل محشيت لهم ولا ماشي محشيت لهم فيقوم شويه اون ايساي وي بوركوا با بوركوا با مي سي سكو ني اون تران دو فير مي ابارامون تا ما بالك انا راني غلط في المفهوم تاعي ما جي با كومبري بوتيتر لو لا كونفرساسيون تاع لو مسيو اون اون تران دو كونسيونتيزي انا نهضروا على لا فيريتي كو لا فيريتي Et on donne nos avis. On peut se tromper sur nos avis. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est dur. Moi, je pense que c'est dur. Parce que là, la jeunesse, c'est que nous, Allah, l'adim, c'est... Ah ouais. Donc, là, il a attaqué un blé caché. Laisse tomber. Les drogues, Daniel... Non, c'est dommage, mais bon. Ok. الحل الجزائري الوحيد وشنو هو نشوفه باللي للأتاتورك كيفاش دار بعد الحرب العالمية الأولى هذيك فهمني باسكو عنده الانتماء العرب من الإسلام زود شوف عنده العربية هذية وزيد الدين هادوما راهو العدو ديالو هادوما ومن بعدك كيفاش دار دار كيفاش الشعب يعني راهو يزرع فيه لواحد الكره العربية هذه فهمني راهو قراهم باللي راهو سبب يعني الخسارة هي العرب هادوما سما واش دار كرههم فيها ماداك دار الكل الاستقلال فهمني الان ما كاش الوهابية زعما هذه اللي راه تأثر فيهم للشعب هذايا علاش لاخاطش ما كاش العربية إذن هنايا شوف الكل الإيديولوجية هذوما اللي تقولي اللي فيها زعما الكره هذوما الإخوانيين بون الوهابيين هذوما الكل عندهم الواحد السند القومي العربي هذايا فهمتني لو كان راهو يتحد الدين الإسلامي هذو الإسلاميين هذوما وزيد التيار القومي هذايا راح يخرجوا لك يعني واحد الغباء هذايا ماداك تكون نتايا راه كتاب عليهم ثم الواجب ديالنا هو شنو هو الفصل العربية من كل الدولة والفصل الدين الإسلامي هذا وخلاص فهمني ونديروا للغة راي يدينا بصح ماشي بالعربية باللاتينية لازم تكون الأتاتورك هكذا استراتيجية يعني وتقوشي راو ونجح فيها بون هذا هو الحل الوحيد صحيح لازم تكون إرادة سياسية
الإرادة بصح شكون كيفاش تجيبها؟ لاخاطش الدولة هذه تمشي تجيبها تقول الحقيقة. شوف الشعب الجزائري تقول له بك الحقيقة، تعطيه الحقائق. مثلا ما تكذبش، إلى الجزائر عندها علاقات وطيدة مع أمريكان من ليزاني 60 وقت بومدين، والجزائر تخي بروش دي زيتازوني وتخدم، وكانوا يخدموا مام لي سيرفيس، كانوا عندهم علاقات وصيه مع لي سيرفيس الجيريان، وكانوا يخدموا ضد لا فرانس باسكو لي امريكان كان ما يتهمهمش الجزائر، تمام فرنسا. يفو لو دير، يفو اكسبيكي اوز الجيريان بلي حنايا دوله ضعيفه، بلي حنايا اون بو ريان كونتر اسرائيل، بلي حنا دوله فقيره، وفقيره ماشي ما عندناش ثروات، عندنا ثروات بصح دوله فقيره، عندنا 30 40 مليار دو دولار دو كاش اللي يدخلوا لنا من البترول، يعني الوغ كو جوجل يدخل بالك لو تريبل، ولا جوجل وحده ولا بالك بلوس جو سي با. يعني يفو اكسبيكي اوز الجيريان بلي هما صفر، ماشي لازم تقول لهم سي با اون انسولت كون تو دي او جون Nous sommes un petit pays parmi les petits, je ne sais même pas parmi les grands. Il y a des pays, il y a des petits pays parmi les grands. Nous sommes un petit pays parmi les petits pays. Si tu commences par ça, c'est-à-dire que tu peux très bien élever la conscience politique de la personne. Il y a un discours cohérent. Il y a un développer l'eau. لا كونسونس بوليتيك تاعو. المشكل كاع هو الحقيقه، المشكل كاع سيك البلاد هذه مبنيه على الكذب. اعاده كتابه التاريخ ملي ديمارات البلاد، الثوره الجزائريه اللي راكونتي دو مانيير مونسونجير، لي جون اللي ما كانوش مجاهدين ولاو مجاهدين، شوف بومدين مجاهد، بوتفليقه مجاهد، ما فهم والو، مخ كيحبس. بن باديس هو اللي دار الثوره، هاد العفايس هادوما، هادو كاع سي دي مونسونج. من بعد تشا توت لا فابريكاسيون تاع طمس الهويه تاع ما كاش الامازيغيه، ومن بعد اون فوا المروك الى دي بلي الامازيغيه لغه رسميه، الجيري 4 ans ابري دارت الامازيغيه لغه رسميه، وكان المروك ما دارهاش وما يديروهاش، سي جوست بار بور سي اون رياكسيون بوليتيك، سي بور سا يا با دو كونفيكسيون. هاد البلاد هادية يتيمة، البلاد الجزائر يتيمة، ما فيهاش دي ليدر دي بول جوسكو اجوردي، ها بالك سافا شانجي جيسبر، مي جوسكو اجوردي يا با دي جون لاباس بهم، عندهم ان سارتان نيفو افيك دي زامبيسيون طالعين افيك ان بروجي ناسيونال على اوتور دو سو بيي، كي ديز يا خوا اريتي لا بولشيت، ستوب ذا بولشيت، حبسوا، ديت لا فيريتي او باب، قول له الحقيقه، قول له واش كاين. الى كيفاش يقولوا، الى الاقتصاد تاعك خرا، قال اسمع الاقتصاد تاعنا خرا، ماشي تقول جو في لو بي بالجيريا فا دوفنيغ 400 مليار دو دولار ديسي 2020، جو سي با واش قال 2026 ولا كوم ان ابروتي، يعني ان بريزيدون دو لا ريبوبليك كي انونس ان شيفر اللي ما عنده حتى معنى، سيتادير كو سي Puisqu'il y a à peu près 240 milliards de PIB, 400 milliards, c'est à peu près doubler le PIB. Doubler le PIB en 2 ans ou en 3 ans, même la Chine m'a dit. La Chine, qui quand sans péter la croissance, elle ne pouvait pas doubler le PIB en 2-3 ans. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est un président qui a dit ça. Parce qu'il est en train de Tu vois, l'affaire Gaffi, c'est la vérité. Dire la vérité au peuple. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais dit la vérité au peuple. C'est toujours un mensonge, c'est toujours un mensonge après un mensonge après un mensonge après. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui dit il y a tel harika, il y a tel arqam, il y a tel chiffre, il y a tel le vrai nombre de chômage au Jazeer, il y a tel le vrai nombre de nes li matat f 90at. Atou na un vrai nombre. F 90at chhal matou. Al ma banach el khawm, ma banach. Qanoun la yismah lakch el qanoun. Voilà, donc c'est un pays, c'est un pays qui a un قانون يحمي الكذب. يحمي ça, on a un vrai problème d'honnêteté, et ça, et c'est pour ça que finalement on est un chaque كامل pollué par l'amour du mensonge. On préfère un mensonge confortable
à toute vérité qui pourrait être inconfortable. Nous sommes capables de sacrifier la vérité pour notre confort. Les lois s'inconforment, qui s'inconfortent à court terme, à court terme, parce que finalement, lema tbni al kadib, la douleur. تجي تخبطك تعرف لو روتور دو ريال شغل المانيفال يا ربك تخبطك دروس كي طيرو سي سكي نوز ايت اريفي ا شاك حقبه من الزمن تاعنا ا شاك فوا سيتي لا ميم شوز اجوردي اون اي با كابابل دو فير ان بيلون تاع لا تراجيدي ناسيونال كون ا فيكو بوندون 10 ans ناس ماتت لي بومب اكسبلوزاو دي جون في ديكابيتي des artistes décapités, le bled حرقت كذا منا, on n'est pas capable de dire يا الخوة الإسلام اللي قتلنا, c'est l'idéologie islamique qui nous a tués, on n'est pas capable comme élite bien sûr, mais je n'ai rien fait, شعبي تبع, mais l'élite تاعنا ماشي كابابل, ما عندناش des gens visibles اللي يقولوا هذا الكلام, c'est incroyable quand même, c'est vraiment bizarre يعني. ونقولوا احنا رجال ولا احنا واعرين ولا احنا ماشي كيما الاخرين وين ماشي كيما الاخرين تا خرده يا زح قوه تجري بلاد خرده يا دين ربي لازم تفيقوا عندنا فري بروبليم ولا فري بروبليم بس كوا لا سوليسيون دو ريسورس لا سوليسيون اسمح لي لا سوليسيون ديجا بريميرمون كي تسمع الناس يهضروا ويديروا دياغنوستيك تاع المادي ما تجيش انت تقول لهم ماشي رافو تاعهم وديفوندي فاهم تجي تعاون تقول انا سمعنا البارح دي جون قال لك انا رحت لاسترالي كنت حمار هكذا يهضر كنت حمار جيتي انا بروتي دخلت لاسترالي عم بالي انا نعرف كلش عم بالي انا كذا ومن بعد بلا عقل ديت الكفوف ومن بعد جي تو سويت كومبري لازم نسقم اي سا ما بري دو طون اي اجوردي انا وليت انسان هاي هاو لو كومبورتمون كي فو افوار يا دين ربي التواضع اللي ما عندناش كاع ما عندناش تواضع ما يعلموك باباك ما يعلموك عمك ما يعلموك وليد حومتك ما يعلموك الشيخ تاع السبور ديالك ما يعلموك الشيخ تاع العربيه الامام يقعرك البريزيدون دو ريبوبليك يتقبلك دي باباك لو جورناليست ما يخدمش خدمته لافوكا ما يخدمش خدمته لو جوج ما يخدمش خدمته اي سوي داكور حاجه ما في بلاصتها سا سي فري سا سي انا نحكي على الحقيقه ماشي على بلاصتها انا نحكي على دير لا فيريتي نو سوم ان بوبل تاع خرا حنا خرا Il faut le dire, il y a des gens à un moment où il y a des gens qui ont fait le miracle. Taisez-vous, je vous demande de vous arrêter. Nous sommes tous sur la planète. Un pays comme l'Algérie, qui est un pays formidable, n'importe quel chef est revenu au Jinnah. Nous sommes revenus à l'autre. وما كان حتى واحد نوزا اوبليجي لو حنا عاملين هكذا سي باسكو حنا خرا كل بلاد الدوله خرا il faut à certains moments il faut le dire ماشي à chaque fois واحد يكريتيكي ولا يطلع واحد يقول ماشي رافوت ولا علاش كنت كريتيكي الجزائر وعلى ça c'est maintenant mais c'est critique on va pas avancer l'attitude هذه يا شوف l'attitude les jeunes انا la malhonnêteté ما راح تدينا والو فوالا انا ما قلت والو انا درت على لي جون اخونا أو يا مرسي ساجي مرسي يعطيك الصحة أخويا جو سوي أبسوليمون داكور سليمان وين الرئيس يقول نحن قوة ضاربة وعندنا لارمي بويسونت وحنا رانا لاباس علينا ولادنا راهم حاكمين البوطي هاربين تروا جينيراسيون اون كرون مير صافي سي زونفون لي بتي زونفون هاربين هاو يفو دير لا فيريتي الجزائري يكون يصيب الجزائري دركا يضرب في هذيك ليريكا وجابوها من الهند فيها دي برودوي شيميك دي ديزان دالجيريان سون مور هاد لا سمان اي سون طران دو مورير على جال ليريكا وراه الشعب وراه هاد الحكومه هذه وراه واش اسكو تشوفوهم في الانباء واش يوريو لك ها وحده متبرجه هاي احشمي على عرضك ديري هكذا راكم تهضروا على تفاهات هضروا على الصح هو الحكم الخبيث كي نار جامي ريوسي كوا كو سوا من 1962 اروح كاع ولاد الحرام بيرسون نو بونس على الجيريان يا سو بيتان بي هاد الجنه هاد الجنه رجعوها قيفار غوله تاكل ولادها هاربين منها هاي لا فيريتي كيفو دير هادي هي الحقيقه هادي هي تفضلوا
انا سي تو بيرمي جيلو حبيت نعاود لي شويه تاع لا فلسطين تو غازا راه الصوت تاعك بعيد شويه. الو الو اسكو كنت معايا فيا نحي المخذة نحي المخذة طم والله ما مخذة لا والو اسمع فيا هكذا عندي الكاسك الكاسك تاعي لي تيري بلا ولا مغموم ولا مغموم Non, c'est pire, c'est pire. Il y a un routeur complet. Je voulais juste rebondir voilà. sur ce que disait Slimane. Ah. Vas-y, vas-y. Si je puisse dire. Je pense que, effectivement, le problème avec notre peuple en général, notre gouvernement, puis notre peuple, puis notre Algérie, c'est qu'on n'a pas le courage de reconnaître nos erreurs, de revoir notre passé, de voir ce qu'on a fait de mal dans notre passé, les erreurs qu'on a faites, les Machi Barkm 62, avant 62, il y a eu beaucoup de massacres en 62. Déjà, moi, je commencerai déjà par le fait, le 1 500 000 morts. Ana kutsra كنت نقصر معاه جدي قال لي هذه تاع مليون ونصف شهيد قال لي هذه انا ما نامنش بها الوغ كو لو ماك مجاهد دي تو سا يعرف كاع لي كاع لي غران شيف كاع جازو لدار جدي على ليبوك لي غران شيف دو لا ريفولوسيون قال لي كي تحسب 1 500 000 مور قال لي تحسب كي كونت تو في تي كالكول قال لي سور 7 ans et demi de guerre ça serait à peu près 800 morts par jour قال لي يا جامي 800 مور بار جور قال لي وي يافي دي مور يافي دي ماساكر يافي دي يافي بوكو بوكو دارت فينا الباتل الفرنسي تو سا يافي بوكو دو مور قال لي مي 1 500 000 morts déjà هادي فيها اللوش هادي ما امبوسيبل selon moi après je sais dorka je vais attirer les tout le monde va me considérer comme un harki, comme un traître et tout, mais là je dis ce que je pense. Après, même entre la guerre avec les clans qu'il y a eu, tous les crimes qu'il y a eu entre les révolutionnaires, entre eux algériens, elle est déjà la guerre. Par la suite, l'indépendance. Dans tous les domaines, on n'arrive pas à se remettre en question, à essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné. On nous a éduqués, les canards algériens, on a un qawm adim, on a un thawra, ونصف مليون شهيد وقعدنا في هذيك لا ميديوكريتي انا ريستي دون لا ميديوكريتي tout en pensant qu'on était quelque chose alors qu'en réalité on vaut rien on est rien on est même pas capable de produire une on produit rien à part les hydrocarbures qui nous sauvent on est un peuple qui produit rien on est un pays qui produit rien on est vraiment dans la médiocrité dans tous les domaines que ce soit en économie, que ce soit en politique, en sociologie, en sport, dans tous les domaines, on est devenu on recule malheureusement. Et le gouvernement, l'État, il veut le statu quo, il veut pas que ça change. Je comprends Slimane ce qu'il dit et tout. Il faut qu'on fasse des efforts, mais c'est les gouverneurs qui doivent. Le peuple, c'est le produit de l'État, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est les autorités qui doivent éduquer le peuple. Et le peuple, c'est le produit malheureusement. L'islamisme qu'il a aujourd'hui, c'est le fruit d'un échec, c'est le fruit. C'est aussi voulu là, peut-être parce que le statu quo les arrange aussi. Le statu quo arrange arrange non, le système. Le système il est là pour perdurer. Oui. Moi, je parle pas des... Le pouvoir, là, Masnaoulou, c'est des gens qui jouissent de privilèges incroyables, il va pas sacrifier ses privilèges pour qu'ils se gagnent. Oublie. La dynamique n'est pas pour ça. Par contre, les intellectuels, ou là, ceux qu'on... On les appelle les intellectuels. Il y a des gens qui font le travail. Sansal fait le travail. Il a fait le boulot, il a écrit des livres, il a été sans pitié, il a été direct. Il dit qu'il y a un problème dans le Jazair, c'est le problème. Daoud, il a fait le boulot. Il y a un Zouj. That's it. Zahir a fait un Zouj, Ibad. Normal. Oui. Est-ce que c'est normal? C'est des minorités, c'est ça, exactement. Quand non, tu mais dis, est-ce que c'est normal? Blad Kamel, Jazat à la harb ahliya, quand tu as 250,000 Jazairi, tu as dit que ça a été fait, il n'a pas l'islam. Normalement, on a des milliers. Normalement, on a des milliers qui écrivent des articles. Normalement, on a des milliers. On a deux bacs. C'est pas normal, il y a un cas. قانون كاين قانون ممنوع عليك فهمني ما تقولش باللي راك ضحية الإرهاب. أنت
ما عندكش الحق انك راك تهضر وتقول انا هذا الضحيه راه مقتلوني راه متعداو عليا راه مغتصبوني. ما عندكش راه يلوموك على 2005 راه حطوا القوانين هذيك باش ما تنتقدهمش الاسلاميين هادو ما فهمني راه محاكمين الدوله يعني عن طريق العنف فهمني راه يدير كل التفجير. لا لا القانون بوان انتيكتوال شوف انا انتيكتوال كيما اسمعني جمعت المعلومات دي جون كي سون دي جون كي سون كونفيرمي في لو موند انتي. القانون هدايا يطير وسورتو القوانين الجزائريه اللي ما تسوى والو اني بازي شريعه. واش القانون الجزائري هذا تاع حمايه الارهاب؟ قانون حمايه الارهاب نورمالمون ما تحترموش بار ديفينيسيون ما تحترموش سورتو كي تكون انتيكتوال تحاربوا كيما لا لوا غيسو في فرنسا. لا لوا غيسو في فرنسا سي اون لوا كي انستور لو ديلي دوبينيون هذه هي لا لوا غيسو. اي با يا دي سونتين دو فرونسي لي حاربوا لا لوا هذه. يا دي سونتين اي دي سونتين دو غور لي قالوا هاد لا لوا هذه لي انتي ديموكراتيك لي انتي ليبرتي ديكسبريسيون اي انستور لا لو ديلي دوبينيون. وكاين لي خلصوها غاليه كيما فوريسون خلصها غاليه. Il y a bzaf, il y a énormément de gens qui sont insurgés en France. Il y a le bled hiya, fiha el hiyat ya rabbi. Le Jazair, il garde le dunya. Il y a une tragédie qui de dunya. L'islam qtenna blaram par centaine. On ne peut pas produire 10 ibad. Le Jazair, il ne sort pas 10 ibad. Qui écrivent des articles et qui écrivent des livres pour dire, pour dénoncer. Oui, j'ai un had qui m'a Yasmina Khadra que je déteste. Je vous le dis, parce que le talent n'a rien à voir avec la position. L'aql dit qu'il dit que quand tu écris un livre sur le terrorisme, ou tu as acheté le terrorisme, tu sais, tu ne découples pas le terrorisme de la substance qui fait le terrorisme. يحكي لك على كابول على العراق على لي تيرورست في افغانستان وينسى اي اكسبيكي او جون بلي كاع المشاكل هادوما العنف هذا كاع موجود في الاسلام سوانيوزمون il évite d'en parler. ما استحقاك جي با بزوان توا جي فريمون با بزوان توا يا دين ربي ما كدير والو راك كي داك الامام كيف كيف راك معاه راك في لو ميم كون هذه هي ولا جاهير فا كومبروند كو كيفاش يعني دولة حرقت يا ربك سيتي ان هولوكوست وصرا 250 الف جزائري تنمحى سيتي ان كاستانكوش مار يا ربكم. من بعد ما يخرجوش دي زالجيريان انا نسيت واحد واسمو هذاك اللي كان يهضر لا نسيتو يا في باك انا قلت داود صنصار يا في ان ترويزيام رشيد بوجدرا لا 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 با رشيد كان يجي دون دي زيميسيون فرانسيز لا 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 كانت بيسين قديم قبل الكيرا ني نحكي ابري الكيرا كي خرج الفيس ومنها سيفاوي ميرسي جيرو يا اوسي سيفاوي لا ايتي كوراجو الى دي الى دينونسي سون بيتي فوالا فوالا مي ما كاش بزاف لي سي با نورمال كو 45 مليون يعد على الاصابع العباد اللي ينوضوا ويقولوا ايه عندنا بروبليم في الدين تاعنا يا خو عندنا فري بروبليم في لا كونسيبسيون ريليجيوز تاعنا هذه يفو ريفوار تو سا مي سي با ايفيدون دو كريتيكي لا ريليجيون ما في الجزائر تروح للحبس كيفاش تهضر تروح للحبس بون قعدت بيا اسمك كيفاش تهضر في الحبس جاب الخير في الحبس دوك اون سمومون مسكين يا ما في الحبس جاب الخير هكذا سمعت لا ماهوش في الحبس كنت كاين لا ديسباري لا قال لك جو سي با نو فانا ما سمعتش بها هذه جو سي با مي ان توكا لا ديسباري صافي 3 4 موا جي انتوندو دير بلي كي ليتي ان بريزون جو سي با جاب الخير ما عندوش هاد سي با سون دومين تاع سي با رومانسي ولا سي ان اكزومبل كش تي دوني سي ان اكزومبل كو سي با ايفيدون نو يخدم خدمه وي لا في ليك تري كوراجو جاب الخير ميرسي كتبته لي جاب الخير سي اوسي كالكان كي فو كونتي بارمي سي جون سليمان شي با سي اسكو تو ميكوت ميتنون انا نسمع فيك كول بيان داكور شوف سليمان جير ديري ماتو فيها هادو 250000 سوا ديزون اوكي هاد لا ميم الجيريا ديا ماشي ما كتبات ولا راحت حكمت بوجدره دارت به كاميرا كاشي
هذا السيد داويش خرى دا غير درت به كاميرا كاشي وقاتلو قول الله اكبر. جبونس ما صرات حتى بلات في العالم ما صراتش. جبونس ما صرات حتى بلات في العالم. وين صرا؟ صرا في البلاد اللي يقع فيها ارهاب اسلاموي. اسمح لي اسمح لي نعاود نولي اول حفصة كل القوانين الاسلام هذايا باش يقعد فهمني راهو عرف باللي ما قدرش لهاد الدوله سما واش قال تقوشي راهو يتخبى تقوشي فهمني سما المور الارهاب فهمني حط روحو عن طريق القوانين ودا بزاف واحد القوانين باش يكون راهي عنده لواحد البلاصه لداخل الجزائر وكل القوانين هذه هي اللي تعول عليها راه وداها فهمني الازدراء هذيك بون هادوما شوف تما هنايا راهي عندك تشوف اللي راهي كانت عندهم الاستراتيجيه باش يريح فهمني لعدم الانتقاد فهمني ولا لا لا تما هنايا راهي اي بروبليم لهنا هي تما شوف اول حاجه هي القوانين هادوما يروحوا نو اللي يقول هو اللي يقول بلي الدين هذا ما فيهش الارهاب راهو او يخرط برك كي خسرت لي جبت كونتر اسرائيل ناد الشعراوي وقال قال كيفاش قال هكذاك خسرت اليوم خسرت مصر الملحده كونتر الدوله الدينيه العبريه هكذاك قال هو تسمى ربحوا اصحاب الدين من هيك كونتر مصر هذه الشيوعيه بلوتو مي اليوم تيتروف بيرسون كي فادير بليك الحماس هذايا الديني او يخسر يعني نو هما بيخسروش هما كياخذوا الدق هما دائما خيبر يا يهود جيش محمد سيعود تسمى هما بيخسروش هما ميم كي يخسروا ما يخسروش يعني هاو لو مالور وين راهو يعني الديسكور ريليجيو هذايا سي شكون بلا ربي فوالا بلا ربي حنا نخسروا بصح ما خسرناش un jour on va revenir كنت خسروا كنت ندوف الدق نو un jour on va revenir malgré ça حنا كي خسرنا طالعين الجنه سي سي تو لو مالور اللي لا يعني انت راك تقول باللي الدوله الدينيه هذيك غلبت ليجيبت 67 اللي هي ست ليجيبت ماشي مشده في الدين اليوم اسكو نونطون دي جون كي ديز هكذا باللي هاد لي ميم ريليجيو هذوما العرب هذوما هم ياخذوا في الدق مع ان ايطا لايك فو دير باللي كي اسرائيل اللي حاكمين ناس دي لايك ماشي الدين اللي حاكمه لا 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 بصح الحرب الدينيه راهي شفتها الحرب الدينيه راهو عرف شو المدام عندك راه من الناس راهم يحاربوا بالاسم الدين الاوتوماتيك مو راه يجيك واحد راهو ويحارب الاسم الدين عادي هذه هي فهمني الدين والدين قلت لك الخراب الدنيا كامل هي الدين فهمني هي كاع الحروب على الدين شوف حاجه برك ام تي تي كو تعيش راح نزيد حاجه دانيير شوز انا جي سويفي البارح هكذا كي شفت هكذاك سينوار هكذاك مات جي سويفي هكذا تبي لي شان تاع لي اسلاميست نطيح في واحد هذا محمد ناصر هذا بالك تعرفه يقول باللي إلي مور كوم ان هوم ما دارش كيما لومبرور دو جابون حبط راسو وسلم البلاد يعني بور لوي هاد الاسلاميست هذا كيش يخمم لومبرور دو جابون إلي ستوبيد إلي أوري دو يكمل جوسكو ديرني جابوني يعني ما يفهموش ميم با لا لوجيك دو لا فورس ما يفهمش يعني مسنطح كومبيان دو فوا راح يدي الدق هاد الاسلاميست هذايا ويضيع المصير تاع لي زونفون لي بيتي زونفون ما على بالوش بربا كاع وانا رايحه ما على بالوش بور لوي إلي أسوري دون فيكتوار ديفين إلي أسوري امبوسيبل نخسر انا صدر دون تو لي كا ما نخسرش بوركوا باسكو فوايي هيرويتو إلى سلم البلاد سيتي لاش حنا ما نديروش هكذا سينوار اللي تالي جوسكو بو مي سينوار لا بريمير فوا ني بالي جوسكو بو كي راح لا بريزون اي ني بالي جوسكو بو لا بريمير فوا ام هاد الخطره اللي بالي جوسكو بو كان يهرب كان يتخبى حتى نقربوا له سيت وين لا وي كيما قال ما بيتعرف لو كولت تاع لا مور سيمانه لازم يبان لو هيرو
هذه حاجه باينه، هذه ساهله تبوانتيها، سي تري فاسيل نورمالمون. لو كان كانت عندهم لونيتي انتيليكتوال كاع يقولوها. تو في دي تونيل او ليو تخبي فيهم لي جون لي بلو فينيرابل، نساو دراري نو نساو دراري خليهم الفوقا يتحرقوا يتحرقوا باسكو زون ايتي بروليه فيف، لي جون اون ايتي بروليه فيف وهما مخبيين في لي تونيل. سي دانغ يا ربك، هادو عباد، هادو عباد. Hogali واحد تحتا قال لي نيمبورت كو، سي ليسبري دو فانكو. با سي تان فانكو ها هو اللي فانكو، ما كان لا ايسبري لا والو. يكون عندك هذا ليسبري تاع فانكو كوم، راك فانكو لازم تفهمها هذه. انت انت الى فانكو والدين تاعك قال لك ماشي فانكو، انت روح داوي مخك. راك شوالك الى سمي الى عن بالك انتصار، راك تكذب على روحك برك. ما انتصار ما والو، غزات يعني لو جابوني، يعني لو جابوني كي قال جو سوي فانكو لي ستوبيد جي با. انايا في التاريخ مجميع فانكو لي ديبيل. الامير عبد القادر قال لهم استسلم، ماشي انا اللي حبيت استسلم، الله قال لي استسلم لفرنسا. نعم نعم، ما قالوا ربي، قالوا استسلم كما رسول الله. الفاشير الو بونسوار. وي بونسوار تو مون. بونسوار le vacher. Bon, je suis un habitué, je regarde les lives de Chilo et tout. En fait, j'aimerais juste ajouter un truc par rapport à ce que vous dites et tout. En fait, par rapport à Pacifiste, il a totalement raison. En fait, l'abrutissement de la population, on peut pas parler de ça sans attaquer au régime. En fait, c'est le régime qui mène les politiques. C'est pas le peuple seulement. Le peuple, c'est le produit du régime. C'est lui qui mène les politiques éducatives depuis un bout de temps pour abrutir la population et ressortir avec ce produit-là. Après, il y a certaines personnes qui ont la chance peut-être de naître et de grandir dans des régions conscientisées, moins conservatrices, qui sont ouvertes et qui acceptent les autres. Ou bien il y a des gens qui ont la chance de sortir à l'étranger et de côtoyer d'autres et d'avoir cette chance-là d'ouvrir son esprit et tout. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ça. Donc, taper, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Mais le terrain, c'est autre chose. Oui, ici sur le net, on peut parler. Mais en Algérie, faire des lives pareil et tout, on pourrait être facilement doublement persécuté. Pas seulement par les pouvoirs, les autorités qui nous interdisent de faire ça, mais par la rue qui est aussi le produit du système. Ce n'est pas aussi simple. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on est en train de parler de d'essayer de conscientiser, etc. Le discours il a un petit une petite faille, enfin c'est une faille, c'est pas une petite faille, c'est qu'il enlève la responsabilité. Il a une responsabilité. C'est le régime. C'est sûr que c'est bien de parler, mais avec Blana acheté 22 ans en Algérie. جامي سمعت واحد يهضر كيما نتايا. عشت في الجي، شوف زيد في الجي ومربي في الجي. اسمعني انا سمعت ناس يهضروا، جامي سمعت واحد الجيرو يهضر كيما نتايا. انا سمعت دي جون كوراجو يهضروا. لا لا هكذا في حومتي، في حومتي انا جيتي كونسيديري شغل واحد فوه، واحد مهبول، فهمت؟ شغل واحد اكسترا تيريس داير دوبي لاج دو 14 15 على بالي بلي لازم نهرب من هذيك البلاد تاع شكوبي، باسكو عباك لو كان عرفت بالك بلي واحد انسان واحد برك يخمم كيما نتايا هكذايا كيما راك تقول لي نتايا، لو كان بالك راني ريحت في الجزائر بالك ما خممتش. يا في بوكو يا في لي زونسيان اللي كنت تلاقى بهم يا زونسيان وجيلو ou les gens on est selon moi on est des miraculés parce que باش تخرج فهاديك المنظومه باش تخرج عندك l'esprit critique tu commences à réfléchir et tout ça كل واحد le vécu تاعو كل واحد le chemin qui a eu chacun son cheminement dans la vie et tout ça mais de façon générale l'algérien il est façonné باش يخرج باش يستحمره من صغره والله والو كان الجزائري كان يهضر الجزائري كان يهضر نحكي لك des exceptions 92 نهار الفيس دا لوراد ماري هذاك تاع الانتخابات خرج هذا وليد حومه في الحومه وين نجمعوا اوكي وهو شاف فيهم هذوك البولحيه قال لهم راكم فرحانين قالوا له وي انا فرحانين باش نفرحوا الانتصار كان يهضروا على الانتصار قال لهم شوفوا قال لهم حنا الافلان شحال جاب الافلان وقت جاب 18 سياج ولا هما جابوا 180 جو مابيل بلو قال لهم حنا بلا ربي جبنا 18 نتوما بربي جبتوا صاصبوا بليك ربي ماهوش معاكم قلت لهم مولو كان ربي معاكم تديو كلش حنا بلا ربي دينا 18 كان يهضر هاد الهضره بون سي با كيلكان دانتيليكتوال هذا اللي نحكي لكم عليه
ما راهوش قاري ولا سي جوست كالكان اللي يكره الفيس وكان يهدر كان يهدر اللي تي اوفرتومون يهدر تو سليمان راك هضرتها 192 كونتر 18 سوا كهضرت صافي تو تزيد نو مي شوف الهضره شوف لا شوف لا فاصون كوم اي ديزا ديفي وقال لهم لو كان جا ربي معاكم تديو كلش كيفاش حنا بلا ربي دينا سي سي مانيير دو ريديكيليزي مي سي اون لا سي مانيير دو تونير تاك وكاني راني نحكي لك ديسكور تاع حومه ماشي نحكي لك ديزانتريكتور وكان عندنا ديزانتريكتور صح كان عندنا طاهر جاود كان يخدم سون بيتي كان عندنا بوسبسي كان عندنا اليابس كان عندنا دي جون خدامين دي جون سوبر كوراجو اوكي يهضروا على بالهم بلي كي ريسك لور في على بالهم يصاف تري بيان بلي كي ريسك لور في شفتو كي يموت واحد زوج ثلاثه اربعه من بعد تولي على بالك تلسي اوكي وكانوا يهضروا وكانوا يكتبوا هذاك سعيد مقبل انا جامي اريتي ديك لي ساكرونيك جامي يحبس وكان على باله راح يموت يصابي يدي بريديزي سا مور هو يحكي يقول انا راح نموت هما راح يقتلوني سي كلا باينه شوف هاد الناس هادوما ان داتارو في الجزائر يا رب هاد لا كاليتي دو سي جون هاد لا كاليتي كاليتي هادي راح اي سا سي ان فري بروبليم سي ان فري بروبليم اوكي انا عطيتك احنا عددناهم جبنا اسماء قلنا داود صنصال جاب الخير وي سيفاوي رانا في ربعه en fait le régime a tout fait pour faire disparaître ce genre de même en France ils sont partout اسمع les gens ils sont un peu partout dans le monde ماشي لازم تكون في الجزائر كي باش تهضر ماشي لازم شي بانا كلكان كيما بن بيتور يقدر يهضر بن بيتور اللي تي مينيس ما fait pour faire disparaître ce genre de personnes. شوف سكو جو فير ريماركي اوكي قبل العشريه السوداء بوكو نو سافي با بلي الاسلام بوفي برودوير هذيك لا فيولونس انوي ونعذروا الانسان اللي ما على بالوش نعذروا كيما مون بير كي تي اونتي بوليس ساكريفي يهضر وحده يل بارل سول كي فا لا سوتيني ريغارد كومبيان دو جون كي سون كي سيكرول اون دو ديتينو المهم جيسبر كو الميساج تاعي الحق انا باسكو جو تروب ليك سي با يا كيك شوز دو با نورمال في الشعب هذا يا عندنا فري بروبليم اي Tout لي ضربوا الدين ديريكت يعني ما كاش لعب حنا ما عندناش حنا عندنا كيركوزا الافلام وي صح الفيلم الافلام ثانيك عندهم ام قويين عندهم الفيلم اسمح لي شيكو ستبلي وي سوازي جو جوست ريبوندير سور سكا دي سليمان عبالك دون توت لي سوسيتي هومين كاين لو دووا او دوي سكون ابل لو دووا او دوي سا نا جامي ايتي دوني اوز الجيريان après la décennie noire. Par rapport à l'Afrique du Sud, où il y a eu l'apartheid, derrière les commissions de vérité établies, j'ai eu les victimes de la tragédie hadik, ou j'ai eu les tortionnaires, les assassins, les qtalin hadouk, qablouhum ma'a les fami hadouk, les rahlhum insan ghali fi hiyatouhum, وسامحوا قدامهم وبنوا حياة جديدة. إحنا في الجزائر اللوا لا بلوز أبجكت كانت هذيك تاع الوئام المدني والمصالحة الوطنية. سيركولي يا غيانا فوار 250,000 مور اون سون فو. لازم بربك تسامح بلا جدك تسامح وتزيد تهضر على هذاك تقول هذاك إير أبي ولا تقول هذاك قتال يزيدوا يديو ربك للحبس. اون بليس
C'est ce qu'on appelle un crime impuni. Exactement. Un crime flagrant, bayin, ou le qatal. Exactement, à la balle, Jilo. Alors, la baisse, elle est, mrefah, عنده كاع, d'où là où frotte le kulish, ou le mazloum, ou le mqtoul, rahou fi kidzi. Hercule a rien à voir exactement, Jilo. Un account étudiant les années 2008 jusqu'à 2011, bin ben Aknoun ou le Bier, avec Jilo, j'ai vécu. Châteauneuf. Exactement, il y avait des familles, des disparus. Il y avait des familles des disparus qui faisaient des sit-in. Et les forces de l'ordre, ils les chassaient d'un coin à l'autre et tout. Il y avait des vieilles femmes, Abel Kjelo, et Kata'ul Kolb. Kainin li fatou, 85 sena. Jabda sorat wildha, bintha. Surtout généralement, Arjal, Arjal, باش ما نكذبش عليك. Les photos هذوك les rafdinhom, soir Arjal. Ils avaient même pas, les pauvres dames, elles avaient même pas fait leur deuil, tu vois. ما على بالهمش اسكو ولدهم مقتول اسكو دفنوه اسكو ما دفنوهش والناس اللي كانت معايا في الكوس هذاك عباك واش تقول باش تعرف لا كونسيونس فريمون دو لا فول كي نكونوا فايتين عليهم واش بي ربهم هذو يروحوا للدياركم روحوا للدير روحوا دخلوا للدياركم ما على بالهمش مين با سي كوا لا كوز. C'est quoi la peine d'une mère qui ne sait même pas où est son enfant, tu vois? C'est ça l'Algérie. Quand j'étais là, quand j'étais à Paris, chaque semaine, j'étais là, c'était en 2011-2012. Elle a fait plusieurs sittings à Paris, j'étais là, mais je ne sais plus ce qu'elle est devenue. C'est بزاف بزاف اللي بحروا ولادهم ولا والديهم ولا كانوا معاها وكنت دائما كانت صغيري كنت دائما نروح معاهم بور لي سوتنير مي جو سي با سي اون ايتي ان بيي كي سو ريسبكت على بالك لو موا دو سبتمبر جو مي سوفيان با دو سي كوا لا دات اكزاكت اباك لو ماساكر تاع بن طلحه تاع ولاد موسى تاع نورمالمون سا سري اون جورني دو دوي ناسيونال Il compte dans les manuels scolaires de toute l'Algérie. Oui, malheureusement. Wesh, ça va être bled comme. Je connais pas ce n'adro là. C'est le pouvoir. Est-ce que ce sont les islamistes? Non. C'est le pouvoir, les mecs, ce n'adro là. C'est très clair. À la belle que j'ai l'eau, on est une société de dini. كما هذا فالنسيا هذا انتبه له لي فالنسيا تي ناريان كونتري الجزائر المسلمه سيك ما فاهم دين ربها والو وراك في فالنس راك هربت من بلادك باسكو ما تقدرش تعيش فيها وتقول بلادك مسلمه انت اللي مش هربك هربك الفكر الاسلامي اللي هربك كون جات بلاد علمانيه كراك عايش كما في اسبانيا بلاد علمانيه ودير في الدراهم ولا باس عليك يقدر يقول ميم الجزائر حجوبي تلبس حجاب الجزائر لا الجزائر مسلمه بيانتو الحجاب بون ميسيو ميرسي بوكو يعطيكم الصحه طلع النهار وانا جو مي ريفيتو هذاك هو 6h 2 مينوت جو فو ريميرسي انفينيمون جو فو دون رونديفو دو تالور ميرسي شكرا جزيلا ميرسي جيلو ميرسي ا توس ميرسي دمتم.